واش فعلا تيحس الواحد بانه تيبان بحال لا الدين ديالو مشغول شويه استاذ ها هو صراحه وي سي احمد هو شويه استاذ لان صراحه انا كنت بادي بعض بعض الاهداف وبعض أنا يعني خصوصا الخدمه على الروتين ديالي اليومي <applause> فكان يعني شي حوايج اللي يعني شاده بواحد الشكل شيئا ما مستمر كان شي حوايج اللي مازال كنتقاتل معاهم وي لكن يعني على العموم يعني كان بعض الاشياء اللي يعني يعني رغم ان يعني مازال معرفه شيئا ما يعني التطبيق ديالها باقي شويه قليل اللي نفعتني بزاف يعني مثلا هذيك آه ديال هيرمان كل الكونسيبت ديال الدوات بثلاثة دونك كاين نم... يعني كاين كاين الحمد لله بعض الاشياء اللي حيت هنا حيت اللي مهم مهم جدا جدا باش ما نخلطوش ان شاء الله كاين اللي بيستمر في المجال كاين اللي بيمشي كاين اللي بيطور <applause> م... يا استاذ ما سمعتكش في الاول قلت لك ولا كونكسيون عندي دابا بتزم... يعني ياك؟ اه, أه كنسمعك دابا هي دونك قلت لك السي احمد حيت هو هذا المجال ديال التنميه آه. تيقولوا الناس التنميه البشريه التنميه الذاتيه التحفيز ما التحفيز هذا راه ما من والو الا في حاله آه. واحده الا في حاله واحده اشنو هي الحاله اللي تنقصدوا بها حنا حيت دابا اغلبنا دزنا شي حويجات وكاين اللي داز فيهم منكم وكاين اللي يدوز فيهم حيث ان شاء الله حيت هو راه حذاري واحد تيقول لك انحفزك تحضر دوره تحفيزيه ما تستفد منها والو باش تفهموا عرفتي علاش ما استفدنا والو لا كنتي تنتظر بان داك التحفيز الخارجي راه هو اللي بيدي ليك باش انت تنطلق في حياتك والله الا ما عندك تحفيز داخلي واحد 95 98% ولا 99.9% نقدر نعطيك تيك 0.1 داك التحفيز الخارجي ولكن انت راه عندك تحفيز داخلي اللي هو اعمق واعمق دونك حنا باش باش نتفاهموا التنميه البشريه ما كاينش التنميه البشريه انما اشنو كاين راه كاين مهارات تنميه تنقولوا حنا تنميه مهارات بشريه ممكن تسميها بحال هذا الشكل الا كان داك الشخص تحضر ديك الدوره ما تيقول لك ايقيد مثلا المريض بداخلك 99 طريقه لتغيير حياتك اكزومبل يعطيك يقول لك غير حياتك في 10 دقائق وداك الشيء داك الشيء راه كلام على كلام لانه اذا كانت مهاره نخرج بمهاره كون عليه خير مزيان حيت حنا ما, ما بغيناش ديك شي على شي وشي خرجنا وداك ما بغيناش حنا بغينا الا كانت مهاره نخرجوا ملي تنكونوا حنا حتى نتكلموا على التنميه البشريه اذا نتكلموا حنا كي قلنا شنا انواع الشخصيات تحسين النفس البشريه تحسين شخصيات الفرد يعرف نقاط القوه ديالو باش هو يدير تنميه المهارات الشخصيه ولا البشريه سميها بحال هكا ممكن اما فيما يتعلق بالتحفيز ولا التنميه تكون على يقين الا كنتي تتسنى التحفيز الخارجي غتحطي في واحد الفخ اللي طايحين فيه دابا مجموعه ديال الناس اللي داخلين هذا المجال هنا اشنو 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 عاوتاني تنسمعوا باشياء اشياء أشي اخرى دوك التاكيدات تنسمعوا بهم تاكيدات توكيدات نقولوا حنا اي لي زافيرماسيون لي زافيرماسيون دونك هادوك <مشن> زافيرماسيون الا ما كانش واحد الفعل كون على يقين تبقى تقول لهم تما 99000 مره راه مكاينش لانه كي تحت يعني آه. وي كمل استاذ كمل قلت لك حتى يعني هذاك القانون ديال الجذب الكوني وي يعني إيه حتى هو يعني اي ماشي ما كاينش ولكن راه كيبقى الفعل تا هو والتوكل على الله عنده ي... واحد الدور حتى هو كنا كاينه الله راه كاين والمسلمين يدخلوا الجنه ولكن واش كلشي يدخل بحال بحال؟ لا كاين ما درتيش الفعل راه ما كاينش هنا باش اي باش حنا حن لا ما كناش في هاد في هاد الدوره اللي هي دوره مثلا المدرب تطوير الذات الا ما طورناش حنا بداتنا هما اللي يكون العاقل ما نديروش حيت اي حاجه تقبض فيها مهارات تقبض فيها بحال مثلا نقول لك واحد واحد الطالب بيدير مهارات في الاستذكاء ولا التفوق الدراسي دوك تيتعطاو ادوات الا ما خدمش على راسو راه ما كاين والو واحد اخر بيطور في الجانب النفسي خصو يخدم واحد بيطور في الجانب الصحي خصو يخدم على راسو <سؤال> دونك هنا فين تنقول حنا تنقول لك راه انت حنا هادو الشعارات اللي عندنا في الديفلوبمون بيرسوني تيقول لك راه انت اللي تصنع المصير ديالك انت راه صاحب المصير ديالك راه فعلا انت صاحب المصير ديالك ولكن لما توكلتي على الله راه ما كاين والو اذا ما درتش الشعقله توكل ما كاين والو حنا هاد الاشياء اللي بغينا نوصلوا ليها حيت الناس تسمى بدا تشحل ليه بدا تعطيه تعطيه تعطي تقول له ودي راه تخدم على راسك لان ماشي اي مدرب تحضر ليه وماشي اي دوره تحضر ليها لان انت تحضر لواحد باش تقبض لي كومبيتونس ديالو الخبره ديالو ويعطيك كيف يعقل كاينين كاينين الناس ما ما عندهم ولاد ما ما عندهم ولاد و مثلا مهارات تنبيه الابناء في نظرك واخا تكون هضمه هضمه داك الكور 100% واش تفوق ما تفوقش اصلا ما عندهاش ولاد كاين الناس ما مجوجينش تيقول لك العلاقه الزوجيه واش تكونوا عارفين العلاقه الزوجيه وكون على يقينتي ما مزوجاش ما كي كاين تيكونوا مشاكل اللي كثير مثلا واحد بحال بار اكزومبل نجي نتكلم انا مثلا في التفوق الدراسي ندوي الكوشي المدرسي عندي فيه كتيبات وعندي فيه بحوث ودير فيه بحوث والمسائل وغادي نجي نتكلم لك مثلا في كيفاش الكوتش ولا المدرب يخرج من الازمه ديال يبقى في واحد مستقري في واحد لافاز كيف يقدم نفسه ويسوق نفسه ويدخل فلوس نعطيه نعطيه نعطيه, نعطيه استراتيجي يخدم بهم استراتيجية واحد دونك حنا الشيء تنتسناو احنا بغينا نخرجوا للعمل حيت حيت على سولتكم حيت حنا الكور ديالنا اليوم يكون يكون تندوي على منطقه الراحه منطقه راحة, راحة تندوي عليها مساء الخير سي الحسوني دابا الصوت مزيان ايكون عندك حول تتصنت بليزيكوتو حيدو سي حسوني عنده مشكل في الصوت ما تيسمع والو شكون شو واحد يعاونونا دونك هنا في هذه الحاجات اللي تنقولوا راه رغم كاين دابا ما بق... كيطلع ليش كاع دورات ديال ديال الفلوس دورات الماكرو ما عندوش ما ما خدم ما نخدموش يا <applause> ممكن ما عرفتش تخدم التليفون ولا باه لا لي كون ديال سميتو ما عندوش كاع هو لي كون ديال الماكرو ما عندوش ما عندوش حيت هو اللي ما آه. اكتيفيش هذاك آه. الشيء عنده مشكل هنا دونك هنا اللي بينا نقولوا راه اي اي انت باش تحقق المصير ديالك وباش تكتب المصير ديالك راه خاصك تخدم عليه داك الطالب باش يكتب المصير النجاح ديالو في اخر السنه راه خصو ينوض يخدم داك الشخص باش يكتب صحه جيده راه خصو يتهلا في راسو وينعس في واحد الوقت وما يدخنش ويدير مجموعه ديال الاشياء اللي تخرج على سطو داك داك المدرب ولا كلشي خصو ينوض يخدم على راسو هنا يعني فين تنقول نبقاو جالسين على في بلاصتنا الناموسيه ديالنا وتنتسناو وتنبدا نردد انا غني انا غني انا سعيد انا هادي انا هادي كون علي يقين تبقى تما هكاك 99000 مره تقولها ما كاين حتى شي حاجه الا لن تتعطي توكيدات مع الفعل هنا فين تنقولوا والتحفيز راه غير كافي لانه تنقولوا حنا التحفيز التحفيز الا ما كانش داخلي واخا نعيا ما نعطيك انا خارجي راه ما خدامش انت بان لك توني روبينز ماشي تيحفز توني راه خدام مع 140 الى 240 واحد خدامه معاه وراء الكواليس هما اللي تيخدموا الخدامي دونك هو تيجي ديك لابسطون تيعطي بيعطي ملي تيقول لك ماشي الدورات قواعد النجاح قواعد هذه كاين داك الشيء خدام وكيخدم الناس اللي ناجحين يدوزوا لنا والمقياس النجاح راه كل واحد كيعطيك مقياس ومقياس على حسب الشعوب دابا حنا الشعوب المغربيه عندنا مقياس تيدير لك درجه الماليه الاولى واش عندكم ديبلوم فهمتي المهم كاين شي حويجات ولكن دابا ولات العقليه تبدل تيقول لك الخبره ونشوف واش انت ولد 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 الدومين ال... ال... واش انت داخل داخل الميدان حيت الخبره ولينا تعتمد على الخبره بان شيء كي... شيء كبير 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 هذا هو اللي كاين الدوره تيقول لك مثلا كي قلتي ايقظ المريض في داخلك كي تيقول واحد قال لك قال لك ولا خرجتيه وضرو رجع منين تاكل انت خصك ما تاكل دونك هادو حويجات حنا لا ما نفسك هو لافيرماسيون ديالها حنا كي تنعرفوا العقل الباطن راه هو تيقول لك جلس واحد 10 دقائق في النهار ركز مع راسك اعطي اعطي واحد توكيدات اللي هي ايجابيه عطيهم وعطيهم 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 وعطي 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 مزيان اقتنع بهم ولكن خصك تنوض تخدم راه هذا هو المشكل كاين الناس تيديروا الطاقه الطاقه قويه تيديروا جهد قوي اي حاجه قويه ولكن لما كانش الفعل اتعيا ما تعمر راسك بالتوكيدات إيه باش نتفاهموا والله لما تطنط تقول اعقل او توكل راه ما تبادلكش شي نتيجه لان خصك تمارس تجرب انت باش تخرج واحد منطقة راحة هنا فين بدا نقول لك راه شحال مدرب مسكين من جالس منطقة راحة تيبدا يعطي التوكيدات عامين ثلاث اربع سنين وما كاين حتى شي حاجه ما بغات تقدم لي حتى شي حاجه انت عندك توكيلات اصبر خصك تصبر اليوم بينا نشوفو واحد الموضوع اللي هو مهم مهم جدا جدا هو كيفاش كيفاش ممكن نديرو هاد التغيير انا فوسط واحد المجتمع راه عندي عائلتي عندي وليداتي آه عندك انت واليديك آه كاين ناس تتعامل معاهم كيفاش نغيرو هذا الفرد في المجتمع حنا كي بينا نغيرو حنا بينا نشوفو حيت كاينين قواعد وقوانين مذكورين كثيره كثيره عندنا في فهاد البلاد وفي اي بلاد عفوا باقيت باين لكم سمعوا مشات لو بارطاجياك فوالا صافي راه مشي دونك هنا بينا نشوف واش الطريق نختاروا بينا نشوف واش التفكير الايجابي واش ديما يكون مزيان بينا نشوف منطقة الراحه وبينه نشوف بعض الاكاذيب اللي تيكذبوا عندنا فيهم اللي اللي تنكذبوا على رؤوسنا حنا فيهم خصنا باش يتحيدوا بغيت شي تعليق على هذه الصوره الله يجازيكم بخير اه هادي آه، بحال زعما ستاتوس كو القيود اللي كيفرضها المجتمع على الانسان اعراف تقاليد فاسدة ربما لا ما خصكش دير هادي لا ما ديرش هادي يعني خصك يعني كيقتلولك لك الابداع عن طريق يعني ربما تدريس خطا ولا طريقة تدريس خاطئة فكي تفاولك يعني هذاك الزير ديال الدماغ ديالك وما كتبقاش يعني قادر على التفكير دونك يعني كل شيء من هذاك البوستيت اللي كتقول لك لا خصك وي تتحكم في العقل ديالك وتشعلو مره اخرى و... وتفكر وي شكرا نزيح. تفكر باستقلاليه دا داخل شي مداخله الاخوان الاخوات السلام عليكم وعليكم السلام سيدي زكريا كده داير بخير اخ زكريا ربما غير يعني هنا تيبان لي ما كاينش شيء يعني ديك القيود على الابداع هنا ما كاينش الكلام على الابداع ولكن يلا بغيت لك الموانع او القيود اللي كاينه بصفه عامه وي مشيتي لهنا واحد البلاصه تلقى فيها انت اللي دخول منع تاكل ممنوع تخدم تليفون ممنوع كذا ممنوع كذا فيما دورتي في وجهك كاين 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 منع وي 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 فعلا تيقول لك حنا ولدي ولينا تنعيشوا في واحد المجتمع حيت علاش؟ حيت شكون ذاك تبي يخرج على المالوف ويخرج على واحد الاطار ويخرج على على النظام وعلى السيستم زعما ماشي ذاك ال... ما تنقصدوش الجريمه وتنقصدو تيخرج له افكار جديده تيقول انت واش حماق واش الناس يديروا هذه وانت تدير هذه دونك على اساس خصنا نعيشوا في واحد القالب اللي نشوف فيه كاملين بحال بحال دونك هذا هو تنسميوه حنا واحد المجتمع اللي مغلف بالقطب فهمتي؟ من اي اتجاه لهذا وكثر من كثرت القواعد كثرت القوانين اه وكثرت الناس اللي ملي كنا حنا صغار تنبرمجوا هذاك الشيء اللي جينا نشوفوا دابا اه, ما ديرش ما تفعلش لا وهذه وهذه مشيتي مثلا اي بلاصه ما ديرش هذه تلقى هذه تلقى مجموعه ديال الاشياء اللي تتسمى كقيود دونك بحال اللي تيقول لك اودي تلقائيا ممنوعه اودي تفكر باش تخرج على كوخصك تعيش بحالك بحال البشر واش الفكره دونك هنا تيقول لك انت درتي هذه ما تخدمش هذه دونك هنا بحال تيقول لك اودي حتى حتى ذاك تنقولوا داك الطفل اللي عند كل واحد فينا الداخل اللي عزيز عليه المراحل والعفويه ممنوعه دونك هنا ملي تيتم داك الشيء يكون عياقين تيقتلوا لك الشغف ومازال ندخلوا للشغف نهار الحد تيقتلوا لك الشغف معنى الكلمه حيت هنا بيتسول الناس اللي اللي تيشتغلوا واش كاملهم تيشتغلوا وتيحس براسو راه مرتاح حيت من تنجيو على الشغف راه تنيكليجيو كل ما هو انتي دوكتي تنديك جيجو التفكير ندير القشره الدماغيه التحليل تنيكليجيو التحليل تنمشيو بالحدس ديالنا تنمشيو بالمشاعر ديالنا تنمشيو حنا تيقول لك الدوبامين واش هنا كاملين قال لك واش كاملين تنخدموا في العمل اللي عندنا فيه الشغف اشنو بالكم السديده جاوبونا السديده راجعهم البرد حسن نجيبهم في حجري ماشي الفخ دونك هنا باش باش ندوي ديك ما ديرش ما تفعلش ما تهدي ما تهدي خصوصا في المدارس واحد نسيدو طرا شي 3 ايام بغيت نجيب الولد او تندوز انا نزو من المدرسه بلا ما يديو ترونسبور بعض المرات لقيتو ترونسبور سبق شافني نزحت الطوموبيل جيت بيخرج واحد الباب شافني جيت يجري واحد واحد في الباب الشيفور غير طوب واحد العنف بحال ما شي واحد بيسرق شي حاجه قلت له باش اشنو قال لك لا منع يخرج من هنا قلت له علاش قال لك حيت خصو يخرج من له قلت له زيد ممنوع قلت له انت قلت لي راه بدل واش ما كاينش ما فهمنيش اش قلت ليه قلت له انت على الاقل تخليه وتجي تقول لي باباك هذا زيد واش بابا زيدي بابا ما خصكش باقي تدوز هذا الوطن تدوز ليه ونقول لولدي اقول لي اسمح لي مره اخرى ندوز من ليه قلت له انت علمتيه انت خليتيه بخاطره قلت لي قمعتي انت قمعته اخرى قلت لي راه بزاف وقعت نفس الشيء شي الشي دابري ساتون هادي نتوما تعرفوا المدارس مدارس اعداديه ولا ثانوي انا عندي واحد رونديفو مع واحد الموديل مشيت انا واحد الاستاذ هادشي شي سا ويتون واش بينا نديروا شي دوره تما ولا ما بحال هذا الشكل دونك مع واش تكون ديك الخميس ولا الجمعه ديك ثلاثه واربعة كوك دقينا في الباب الأساس، ذاك الحارس حنا واحد البيب صغيور لنا شنو بغيتو قلت له تبينا نشوفو السيد المدير اللي هادي 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 بلاتي شي شو شويه ما عرفتش شنو شاف عاود حل قال لك لاش بغيتو شي شو شويه قلت له ودي راه بغينا جبنا لي واحد القفو بينا نشوفوا ورقات في الحبس دار في بقى تيشوف فيها قلت له واش هذا حبس ام دراسه هذا الشريف قال لك لا حيت ما تنحلوش حنا الباب قلت له حل الباب على التلامت تيقول لك الناس بعقولهم ما تحلهم الباب الشريف الناس راه بعقولهم بالكومبليات وبعد هادي حل لي الباب نشوف انا المدير انا ماشي تلميذ دونك شوف هي لا كي ولات وبلي دخلنا المدير قال لك قلت له ولكن هو راه ما فاهمش راه ماشي نابورت بدا تحليه قلت واش هذا حبس ولا مدرسه ما فهم والو واش حبس هذا ولا مدرسه قال لي علاش قلت لي بان تجي واحد كشوفها لواحد السيد راه هو في البيرو هو اللي غادي عنده حنا دونك هنا بكثرت من هذه الاشياء وبكثرت حتى حنا نديرو وليداتنا وبدون شعور بعض المرات بحال بان اي حاجه بيديرها خصو رخصه اي حاجه بيديرها خصو يتشاور اي حاجه بيديرها خصو يتصور دونك حتى لا بغيتي انت تخرجي واحد المشيه تمشي تمشى علاش بغيتي تمشى حتى لا درتي علاش درتي دونك هذو الاشياء تيوقعوا تيوقعوا في تيوقعوا في المجتمع كامل ديالنا هنا بغيتكم عاوتاني واحد الصوره اخرى تردوا لي عليها الخبر حتى هي اللي هي صوره ثانيه اشنو تيبان لكم هنا انا تيبان لنا واحد النوع واحد القيد من نوع اخر اه سير <applause> هذا تحت ما ضربنا عليه يدينا وي كمل السي زكريا غادي في غادي في المسار الصحيح <applause> <ماما> على حال الا كانت الاخرى قيود باينه يا كلام يا كتابه ولا شي حاجه هذه هذه شدك بلا ما تحس آه. وشدك شدك وفوق من كامل شدك بخاطرك اه اه وهذه الحاله الصعيبه حيت يقول لك احنا راه قال لك ما كاينش رغم ان ذوك القيود تكون رغم ان داكشي راه ما كاينش قيود القيود اللي الوضع نتا هي الوضعين حنا نفوسنا في دماغنا هذيك هما القيود اللي صعاب اذا قدرتي ديتاتيون كون على يقين تقدر تقدر تستمر ولكن ما تستمرش تقول بعد الدوره نولي نولي والله الا كاين مسار وكاين سنوات وكاين تعب زعما حاجه وحده اللي كي قلنا نوعوا بها هو تنوعوا احنا بمجموعه ديال الاشياء شي تعليق اخر من الاساتذه الكرام استاذه خديجه كويد، استاذه نجلاء سيدي بدر مولاي عبد الرحمن شي تعليق على تعليق الفكره سي حسن اكرمكم الكريم يعني الفكره بقى خص الاخوه يربطوها بعنوان الدوره لان يعني الدوره الان ديالتنا هي تدريب مدرب تطوير الذات يعني واش دابا حنا يعني في الجانب ديال واش دابا حنا غير خصنا ضروري نبداو نهيئوا انفسنا للفعل نهيئوا انفسنا للعمل نهيئوا انفسنا اننا نكونوا عمليين وليس فقط غير مشاهدين او مراقبين او متابعين او واحد كيصفق على الاخر كما كتقول السي حسن كي تنقولوا ماله يعني كنبقاو حنا غير كنشوفوا اتبارك الله عليه حتى في خطبه الجمعه السي حسن شي مرات كيخرجوا الناس ولا يقولوا الله اعطاهم 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 <applause> هو خارج من الحساب هو <applause> لا فعلا حيت يكونوا شي مجموعات وتنحضر لهم اشي تصفق على شي تقول لهم تسمحوا لي <applause> ندوزو ندوزو لاكسيون ودخلت واحد المجموعه فيها شي 80 بين النساء ورجال واحد المجموعه اللي كنت اشتغلت معاهم ودخلوني معاهم زعما وبدينا تنهضروا قلت لهم لا انتوا دابا ديروا جروبات كل واحد يدير حاجه تحت ما قدر دونك باش نبقاو حنا الفلسفه والشعر وخصوصا نكتب كوبي كولي وحطوا انت ما قاريهاش وهذا هو الاشكال وحيت هذا الشيء تيبغي لاكسيون حيت هو كاين ثلاثه الحوايج يتغيروا تيقول لك تغير الافكار ديالك فعلا تيتغير الشعور ديالك تيتغير السلوك ديالك تغير السلوك كذلك حتى هو تيلعب على الاشياء يتعلم على الافكار ويلعب ولكن تيقول لك راه احسن هو انا وهذا القضيه تتمشي على حساب لا بيرسون كاين اللي علاش قال تيقول لك غير الافكار غير الافكار عرف بان البيرسوناليتي دي ديالو الشخصيه ديالو تيلعب على الافكار بزاف غير المشاريع انا تنمشي تنقول لي غير السلوك واش انت قادر شنو السلوك هو دوز لاكسيون خصك تبدا حيت ما بديتيش ماشي تنقول لك بدا متهور لا هذا خطا ما كاينش داك التهور الزايد انما هو داك حب الاستطلاع نعرف شنو كاين نمشي نعطيك بار اكزومبل عييتي ما نقولوا دابا الجانب النسوي عييتي ما تقيد في في, في المقادير ديال الكيكه عييتي ما تقيد وقيت الف نوع ديال الكيكه وانت ما عمرك دخلتي الكوزينه وما عمرك خديت لك مبادره باش تمشي تجيب داك الشوت ديال الكيكا يلاه ما تعلمناش راه خصك تقاتل اليوم وتقاتل غدا وتقاتل حتى تولي تجيب كيكه حتى تولي تسقلي كيكه حتى الناس تطلبوا لك كيكه تولي كاع انت تدفع الكيكات دونك هذه مجموعه ديال الاشياء راه ابسط الحوايج الا ما خديناهم حنا بالمبادره ما كاينش راه ابسط الحوايج الا ما خديناهمش راه حيد هكا غاديه وحنا راه التعلم اللي تعلمنا راه تعلم هو التعلم اللي بالفطره هو ملي كنا صغار راه احسن تعلم راه ديك سات تحت راه احسن تعلم ملي تيخلوك تتعلم بوحدك الا لكان في واحد البيئه اللي كان فيها القبل ولكن ديك عامين ثلاث سنين سبحان الله تتعلم بوحدك وكي تعلمتي الله اعلم وهذاك هو احسن تعلم وكنت تحس ما كاينش قيود ميم كاع ذاك الطفل تيحس بانه راه عنده جنون ويطير يعني واحد الخيال اللي هو كبير تبارك الله دونك هنا كي قال السي زكريا هنا راه مشدود بخاطرك وبكل شيء وهذه اصعب اصعب حاجه هذه اللي حنا ولفنا في واحد لازم تنبقاو فيها وما تنفكروش كي تنحس براسي انا برتاح هو ضروري هي لو فيلاجات الا جاتك هذيك الفكره بغيتي تغير العمل ديالك تغير تغير هذه ماشي تنقول لك لا نوض من غدا وانت ورا قوي والدنيا كاينه لا وجهد الارض ديال وليداتك وجهد المسائل وجهد العمل ديالك خدم على الاشياء انما صبر انما خصك انا باش ندخل الى الدومين ديال احنا دابا سول سي زكريا نقول له سي زكريا هو الدومين ديال لانفورماتيك تيليكومونيكاسيون بنادم تيخدم نقول له واش عمرك دخلتي فلوس بار انترنيت يقول لك واش انت حماك تدخل فلوس بار انترنيت كان تيقول لها تقول لي سي الله يعاونك 12 العام 14 العام ما 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 دخلتها الراس شي ست سنين هذه دخلتها الراس وقدمت عليها ثلاث سنين تنخدم عليها ما تيكون ما كاين اوكي فخوي من بعد عاد طحت على الاستراتيجيه استراتيجي ديالي عاد بديت تنطيح تنطيح وبقات هكا طيب. وانا نقول والله العظيم الا ما صبرتيش راه ما كاينش راه ما دام ما عطيتش حاجه تعطيها وقتها تعطيك وانت انا فين وليت تنشوف تنشوف الناس اللي فايتيني والناس اللي خدامين وتيدخلوا الملايين 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 واخا حنا عندنا راه عندنا في لو سيستيم ماروكان راه الكوميرس الالكترونيك راه مزيرينو بزاف ما تلقينوش ما تلقش خصوصا لي ترونزاكسيون ديال الفلوس ما تلقينش مجموعه ديال الاسئله ما تلقاش ماشي كلشي عندو بوسيبيليتي ماشي كلشي دونك وهكاك وغادي اللي ترونجي مطلق مصر كاع خلاص في العرب كاملين عندك مصر ولي بياي ديال الخليج متلوق كوميرس، هما يطلقو هنا راه عرفتي شحال شحال شركه غادي تحبس تبارك الله كاين دونك هادو اشياء مهارات انا تنقلب على مهارات ما على واحد يغني عليا اقلع على تقول لي التربيت ما نعطيك مثلا واحد 4000 درهم واحد عطيتو 4000 درهم ما كملش تسوي السوايع لقيت في محمديه عندي دي كيسيون حطيتهم لي طاطاطات وباش يعطيني استراتيجي غير بالستيل تيرسم لي شي معنى شي معنى ما كاين لا سكريبتات لا هادي كاين اللي كاين وسي الله يعاونك صافي وبديت تخدم تجرب هادي تجرب هادي تجرب هادي حتى تخدم حنا لما تندخلوش هنا تيقول كاين واحد المثال الانجليزي تيقول لك ما تكونش تنكر كون دور ما تكونش تبقى تفكر تحت الافكار دخل للفعل عندنا صوره اخرى اشنو تتعني لكم هذه الصوره الاخرى يا الله سيدي اشنو تتعني لكم هذه الصوره تفعلوا معنا هذا آه لا. هذه شويه آه. يلا حنا دابا شفنا الصوره بانه طيب. هدا تيديل هدا تيديل. تنشوف التلفازه فهمتي هذا تيطيب هذا تيدير هذا تيدير وحنا تنشوفوا الناس اخرين تيديروا هما راه خدامين على ريوسهم هذا باريكزومبل اكزومبل واش هادشي واش هادشي واش هاد وشل باقي في اطار الذات آه. لا حنا ديما ديما في الطويل اطار درب غلف لا بحال الصوره شفنا ديال التلفازه حنا تتجلس تشوف شي براميش انا كنت انا مولع بالافلام ولكن وحق الله تندخل بداك لو ديك النيه داك بانه اللغه حيت لونغلي عندي المسائل وسنوات هذه من درتها تحسنت لونغلي مزيان تنقول والله العظيم باش عرفت تحسنت مزيان واخا ما كاينش بعمل تكلم تتقبد كتاب تقبض فيديو تتصنط تتفهم كل شيء لي فورماسيون اللي تقبدون بلونغلي تنديرو دونك بحال باغ اكزومبل نقول له استاذ اه شي واحد شي واحد تبارك الله بغى بغى ينقص من الوزن ديالو وهو غليظ وتيضل يشوف البرامج في ديولنات. والله الا ما مشى <applause> ما مشى شي لاصان ولا شي قاعه الالعاب الرياضيه ما آه ما ما يضعفش دوك هادو هما الاشياء اللي تنقولوا حنا تنقولوا ما خصناش نقابلوا هاد الاشياء دابا عندنا قضيه ديال هاد شنو تنعيوا بها دوك سنيد قالت لي تما انواع انواع سنيد قالت فعلا واحد مثلا عباره عن هديه <applause> سي <سيار. تصفيق> واحد فيه مثلا شي حاجه اللي هي فخاجيل دجاج ولا <applause> اييه جوج على لا معه سيقول سي شنو تبادل لك في الدين حيت حنا ماشي بالضبط ماشي الفكره تاع كاينه الهادي وهذوك كاملهم فعلا كل صندوق اشنو فيه حيت حنا شنو تنقولوا في دوك الصناديقات كل صندوق راه فيه واحد ليستيك فيه دوك واحد الساقه ولا فيه فوالا هذا الصندوق راه ديال هذا هذا على حسب الافعال اللي دار هذا هذا راه حنا منين تولدنا وحنا تنخرجوا من, صندوق من الصندوق الصندوق الاول خرجنا منه ديال رحم الاب تنطلعوا للابتدائي دونك ولا لا كريش الصندوق عاوتاني تنخرجوا من الـ من لا تنمشيو مثلا شي تنقول لك كانوا بالفلوس كلشي تنمشيو ابتدائي تنقرا الملاحظه ولا الشهاده خرجت واحد الصندوق تندوز عاوتاني الكاتريوم ماني خرجت من واحد الصندوق ندوز الباكالوريا خرجت من واحد الصندوق بغيت نكمل لا ليسونس ديالي ولا شي انستيتي ولا شي حاجه خرجت واحد الصندوق تندخل للعمل دخلت واحد الصندوق وخدام انا في واحد العمل دوزت تزوجت انا عاوتاني دخلت واحد الصندوق وتبقى انت في السناد قصنا السناد تدخل واحد الصندوق وتتموت هي اللي كنا درنا النهار الاول دابا ديك الهوندا داير الصندوق اللي داير الاخضر هذاك هو هذاك هو اكبر صندوق دوك لاحظتوا صندوق مورا صندوق صندوق مورا صندوق هو الشيء كاين اللي تيعطي تفسير عاوتاني بديك بداك الراس ديال ديال القنينه ديك الزجاجه ديك القريعه وداك تيعطي هو بهذا الشكل دونك تيقول لك حنا حياتنا كامله هكا انا تنقى كل شيء في فين ما تدخل تدخل مدرسه يحطوك في صندوق ندخل يعني يحطوك في صندوق تدخل ديس وحطوك في صندوق فهمتي بحال دابا تيقول لك هذا 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 ما تيتلزمش بهذ المسائل حيدو هذا ما تيقدرش يدير هذه دخلوه هنا هذا واش هذا ما تيكتبش لي رابور مزيان حيدو هنا هذا ما تيجيش بروغرام حيدو هنا هذا غير في العمل ديالو ما تيعزلكش حيدو وتنبقاو هكا تنصنفو طول الحوايج تنصنفو حتى ولادنا وهنا الناس اللي بغاو يتغيروا وبيحقوا انجازات راه اي صندوق ما تيناسبوش باش نتفاهموا تتحس براسك انت داخل صندوق العمل وداك العمل تتحس في راسك بانك بحال بحال مزير عليك بغيتي تحيد لي لي بارير ولا لا سي زكريا اجاوبونا الاخوه هي فعلا فعلا وما ما تيبغيوش ذاك دوك يصنفك هنا 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 وان واخا تيجلس عام عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين تيبغي يبدل وهذا تيقول لك هذه هي سنه الحج هي طبيعه الحياه لانه تيبغي بتل ذاك الصندوق فين تيعيش هو حيت هو ما مسلكاش ديك الطريق وما وحتى التصرفات ديالهم مخالفين على دونك واش حنا بغينا في هذه الدوره نساليوها ونعيشوا في ذاك النسق القديم ولا بينا نزيدوا نفوتوا هذه الاشياء ان شاء الله بنا شكل جديد ونتولدوا جديد ونعيشه اسره ونوفروا درجه واحد معينه ديال الامل الامن تقول المالي الامن النفسي الامن التطويري اي حاجه واش تفهم حيت دابا الله الحياه اقرا دير فعل قبض تخرج تجوّج، اولاد فهمتي تزوج جوج وليدات الدرجه عليهم خصني نكبر الدار خصني بنادم المهم هذا الشيء تنقول لك مزيان هذا الامان خصنا هل... هذا الشيء مزيان ولكن خصني ديما يكون يكون واحد ديما تكون واحد زي. نخرج علاش حيت اي اي حاجه تنعيش فيها تنبغي نخرج من ديك من ديك دائره الراحه التحسن انما التحسن ما كاينش التحسن المالي او التطوير المالي راه يعني كاين النفسي كاين الذاتي كاين الاسري كاين الروحاني كاين مجموعه ديال الاشياء يعني حيت حنا بغينا نخرجوا على ذاك النمط هنا راه يبان لشي ناس ولكن كون على يقين بالاشياء اللي تضطر عليك انت وعلى خوتك وعلى عائلتك راه هو تطوير الذات انما تطوير الذات باش تمشي تنطلق فيه مزيان كون على يقين راه يصفقوا لك يجيبوا لك يجيبوا لك الهدايا السي ويعطيوك لك تبارك الله عليك وهذه وهذه راه ما كاين فلوس امتى تجيب الفلوس الا عندك برامج مجربه الا عندك كتيبات الا عندك 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 شي حاجه ملموسه كيحسوا بها الناس تمشي مزيان فهمنا كاين <applause> شي سؤال <applause> دونك هنا حنا ما بغيناش نكونوا بحالنا بحال لي زوت اشخاص عاديين حنا ما بغيناش نكونوا من دوك الناس اللي اللي تي اللي تيشوفوا حنا بغينا نخدموا حيت حنا حيت حيت راه بحال تلاحظوا هذه سيكولوجية المجتمع تسمعوا بسيكولوجية المجتمع راه هي هذه تتلاح واحد الحاجه وتنشوفوا شنو خدام نهار تتبين انت شي حاجه تقول لك واش نبدا من دون الناس نعطيكم مثلا نعطيكم انا مثلا في عائلتي تيقول لك لا ما درتي كريدي ما دير والو في عائلتي بعدا من الوالده مسكينه الله يشافيها لا ما درتيش ما كنت خدام ديك الساعه كاري في اوكدا واش 6000 درهم واحد البيرو وكاري داري تنخلص تيجي واحد 2000 درهم تقريبا هما تيحسبوا لك 8000 درهم خدامين معايا واحد ثلاثه الناس ومع اربعه الناس تيشوف حتى تجي واحد الاخر ولدا علاش دابا انت شو شحال تخسر في الكراوات واحد علاش ما تقبلش كاع انت بارتوم وكبيره وتسكن فيها وتخدم فيها علاش ملي ناخذها هذه الكريدي واش لاحظنا وبقاو وبقى تقول لهم باش باش جاوبت انا باش نجاوب واحد الاخت سولتها قلت لها اختي اختي كبيره انت الاخت ديالي شحال معهم انت مزوجه مثلا اش تقول لك 14 ولا 15 عام دابا خويا مزوجه شي عطاتني بناتها كبار ووالدي عطاتني واحد العمر نيت قلت لها امتى امتى الدار الاولى درتيها قالت لها تدوز شي 12 14 عام قلت لها تدوز مزوجه 12 14 عام ونديرها شو دونك هم هما شي اشياء خصهم يطبقوا عليك هما تيجوا عاديين حيت صافي هما هما دخلوا للعالم ديالهم انا ما تندويش عادي دونك هنا اشنو العائق فيك كان عندك انت واش فعلا بغيتي تفك دوك القيود جاوبونا سيدي دار شكون انا عسيد ضروري ضروري يا استاذ جاوب عمي بو شارك معنا ماشي نجاوب دابا لان شارك معنا ناسي ودابا كان عين الخوي شاركوا مع احمد سيد احمد عرفت عرفت دابا انا بغيت الاخوه والاخوات يشاركوا كاين اللي كيشارك كاين اللي عندهم بحال السي حسن راه اتصل معايا عنده مشكل في الميكرو كاين اللي قال كيحب فقط يتبع باش كيسجل وي المهم بغينا الحمد لله تكون الامور مفهومه اللي كان شي استفسار السي حسن كيبغي زعما التفاعل الله يجزيه بخير الله يكرمه وانتم ما شاء الله كونوا شوية حركيين وأكتيف التفاعل إن شاء الله راه الديفلوبمون خصو يحسوا بك تتدوي بعروق ديالك وبالدم ديالك خصوصا باش تدخل حتى لعالم التحفيز يلا سيدي دا الصوره المعبره الصوره يعني كتبان قلت لكم في الصوره يلا يلا سي احمد بدا انت كتفتتح دائما دير <applause> الصورة آه. يعني كما قال السي حسن قبل قليل يعني الانسان يعني خصو يفك هذوك السلاسل والقيود اللي عنده ديال في الدماغ ديالو ويتحرر باش يحقق داكشي اللي باغي ويوصل الاهداف ديالو وي وي راه فعلا حيت حنا دابا مؤثرين حنا مشاهدين حنا دابا نشوفوها راه راه ملي تنحسوا حيت باش كي حيت تيقول لك خرج من منطقه راه هذه اوكي نخرج من منطقه راه اخويا ما عرفت كاع شنو نديك انت تنخرج وانا هكا بخير وهكا وعندي التزامات وعندي واحد تنسالي هذا الكريدي تنسالي واحد 20 على 25 سنه وشوف دابا التفكير وتيبقى عايش بداك العروقه غادي ماشي ضروري موظف تنقول لا خرج انت موظف خرج خدم في, في البريبيت ديالك لا لا انا موظف نعطيك مثلا انا موظف مثلا تنخد واحد 6000 7000 8000 درهم 5000 على حساب 4000 وتنحس براسي بانه حتى ديك داك السالير ما تيكفينيش انا ندوز به الشهر دونك ونفكر في شي مهاره نخرج على المالوف ماشي الخدمه كاينه نمشي 8 ونص نخدم نرجع مع 4 أو 5 ندخل داري. ولا 5 ندخل لداري نمشي قهوه ولا نرجع ولا نمشي لهنا مو داك الشيء اللي تندير ديما دونك نتعلم واحد المهاره جديده ما, ما تمشيش لدوره شي حاجه دخل الا إيه الانترنت وقلب شوف شنو تيعجبك وبدا تقلب. تقلب 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 تتعرف شنو تيديك وبدا واحد عام ما يتلسى ربع سنين تنقسم لك بالله ولا تدخل من الفلوس ودوز واحد خمسين سنين اخرى تقول ما عندي ما ندير العمل اخر ندير عمل اخر دونك لاحظنا تنعرف انا واحد السيد اللي هو ستان ميدسان وكان باه حلاق وهو تعلم الحلاقه وضطر باش قبض قبض لك لا غوتريت داك التقاعد النسبي ديالو ومشى فتح صالون الحلاقه خدام خير تيلقى <تس> فيه راسو تيلقى في فيه قال لك تما مرة الصبيطة خدام بالليل مرة نهار مرة الله مرة داكشي داكشي فهمتي ما هو قال لك خدام تما دخل الصندوق وبقى واحد كبروا الوليدات كل واحد فين مشى قال صافي نخرج بقيت انا والمدام واحد البنت باقي دابا هي صغيرة العطلة فاك قال لك صافي انا غادي نخرج باش نعرف شنو ندير دونك هنا واش بسهولة خرجتي ولا تبادر في الدين ديالك راه كاين مجموعه ديال الاشياء اشنو تختار بيناتهم شاركونا باقي ما دخلنا كاع السيد ذاكره شاركونا اشنو تبادر في الدين ديالك اش من طريق غادي تختار واش الطريق ديال الاشخاص العاديين ولا طريق لان داك الطريق ديال الاشخاص العاديين راه عامر فيه السحاب فهمتي وكاملهم دوك الناس راه دخلوا للسنادق وتي وتي تعيشوا في نفس النمط وتيخدموا في واحد الجو اللي ديال الامان وهما تيقول لك حنا هاكا بخير وعلى خير اش بجي تصدع لي راسي ما بغيتش نخرج من هذا الشيء ما عندي ما ندير انا بمخاطره اللهم انا عندي مخاطره قليله طريق رائعة. طريق الحال والطريق الثاني راه هو ديال ماشي الحياه رائعه هي يعني ماشي حياه رائعه ولكن تما فين 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 تستافد تما هات فين تتعلم حوايج اخرين تما فين تتلقى فهمتي وهنا راه ماشي كلشي هادي سواء ما تنجوش حنا تاع الفرد نقدروا نجيو حتى على مؤسسات مؤسسات شركات وشنو اللي سببنا هذا هو راه هو من تدخلش تما راه تدخلش لعالم اخر جديد وتدخل شي حاجه اخرى تتبغي تتاقلم تتبغي تتعلم وتبدل واحد الجهد اللي هو زيد شي شويه فهمتي علاش باش هي تخلص هي من القديم يعني إيه باش تخرج هي ديك منطقه الراحه هي إيه باش تدوز دي هذيك الدائره الواحده ما نشوفها ودير اشياء اللي ما تيديروهاش الاخرين ولا الاخرين ماشي ما تيديروهاش هي ما مستعدينش ليها هما البشر سبحان الله راه يدير كل شيء ما شاء الله عليه ولكن نحن راه ما تكونوش مستعدين لها عطيها السي حسن واحد غير آه، واحد بحال يعني واحد مصطلحة وقعت لواحد الاستاذ مع نعم. ولدو كان يدير علوم رياضيه وي وامي كان هو اللي تسود مع حتى واحد الوقت داك الشيء ومشى للبيت ديالو باش زعما يدخل ولا شويه يقول لهم كذا المهم قال له خصك تكون مبدع ما خصكش تكون ما خصكش تكون روتين ما خصكش دير هادي ما قال له با انا بغيت نكون غير عادي انا بغيت انا نكون مبدع انا بغيت نكون عادي دوك العاديين قال له كيفاش تكون عادي؟ بغيت نكون نورمال مع النورماليين انا جاري سيونس ماركت ديك الساعات كان عمري رياضي في الليسي هو في الليسي ولكن بغى بغى الاب ديالو يحفزو زعما يكون مبدع يكون كدا مع داكشي التنميه الذاتيه ولا ويقول له قال له انا والاب ما بغيتش نكون ما بغيتش نكون متميز ما بغيتش نكون دوك 3% بغيت نكون غير دوك صحاب 93% انا بغيت نكون عادي فعلي يعني فعلا فاش شاف تبعات ديال التميز بحال فايق السقف ديالو هو قال له اخويا نرجع للور اخويا انا ما عندي ما ندير بالتميز انا بغيت نكون غير عادي غادي يبقى عادي حتى يموت عادي وصافي وي وي دونك هنا واش ديجا حنا دخلنا فلوسنا راه خصني نغير خصني نقف الطريق وحنا كي تيقول واحد المثل ديما تنقول دي ديال تي تيقول لك انت اذا كنتي تحصل على نفس النتائج في حياتك كون كان خصك تبدل الطريقه اي بمعنى خصك تبدل الطريقه وهنا تيقول وين داير وين داير تبدا تسنتر وين داير عنده شي حاجه زوينه قال لك واحد ستي يحكي بانه كاين واحد الشخص تيقبض واحد الطريق معينه وغادي بديك تراك معينه ان سيغتان طون تيطيح في واحد الحفره تيبدا يغوتها تيزون الناس تيعتقو تيحيدو قال لك الغريب في الامر هو اليوم المقبل غادي في نفس الشارع وتيطيح في الحفره ويعاودو يهزوه الناس ويعاودو يخرجوه اليوم الثالث غادي في الشارع وعرف كاينه حفره وتيدور قال لك على ديك الحفره وعرف راسو يطيح فيها وتيطيح فيها اشنو تقول هنا؟ اشنو السديده انا الموضوع قاصح الموضوع راه اسفه انا بالصات؟ انا بو واش يسمعونا معاكم معاكم وبغيناكم تشاركونا

فعلا 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 ياك ما نزلتي ديال الباتري في الطوموبيل تهضر معاك دابا راني في الطوموبيل عرفت عرفت هذي الشيء علاش فعلا السي زكريا دابا شنو هو اشنو هو فوتر اوبينيون او نيفو ديال تيقول لك يكون عندك تفكير ايجابي قوه تفكير ايجابي هاد هاد الكتاب ديال التفكير الايجابي ديك مراجد، ذكروا السي بدر ولا ما شكون ولا السي بدر كنت ذكرتي انك اه السي بدر سيبضر معنا اليوم الناس واش كلو من النعاس ولا شو؟ لا لا راه كاين معك راه <applause> عرفت <applause> دونك هنا شنو رايك حول قوه التفكير الايجابي بغينا نسمعوكم كاملين حنا هنا تناقشوا راه حتى حاجه ما تنعقبوا عليها شنو رايو ديالكم على التفكير الايجابي واش ممكن نكونوا حنا ايجابيين طول طول الطون ديما طوال الوقت لا يا ضروري يكون تفكر سلبي مره مره حسب الظروف لا حيت بعض المرات شنو دابا إحنا اللي بدنا نديرو ديفلوبمون وتخدم اش بيوقع لي وقع لكم حتى نتوما تكون تقول لي واحد راه عنده شي حاجه تقول لي كون ايجابي صاحبي كون ايجابي فهمتي راه تقول لي فقط يكون ايجابي راه الوقت تصبح بخير الحياه تولي بخير تيقول لك يفكر بواحد الايجابيه ديما فهمتي الحياه كاملها تحول بالنسبه لكم واش هذا الشيء نيت كاين ولا ما كاينش لا وسد بالنسبه للتفكير الايجابي هو شي حاجه اللي هي مزيانه ولاني بحكم الظرفيه اللي كنعيشوها في المجتمع ديالنا وبحكم المعلومات اللي اللي خديناهم من المجتمع ومن الاسره ومن المدرسه هو صعيب انك تبقى كل الوقت <applause> ايجابيه وي هذا يعني ايجابيه واش ديما نكون طول الوقت ايجابي هذا شيء راه مستحيل هذا الشيء هو اللي بدنا نوصلوا حنا حيت كاينين الناس دابا دايرين ديفلوبمون تيقول لك صاحبي يكون ايجابي كون شتغير تقول له ترى انا انسان راه مره طالع مره هابط راه عندي دي كونتخانت عندي هنا عندي ماشي ديما ما يمكنناش تو لونتون كون ايجابي واش شي وقع لي في وسط المنزل مثلا وانت زعما راه ولا لا لا واش ما نغضبش انا راه عندي كيان عندي احساس عندي دونك كاين شي كونوا شي حويجات هنا طلعت انا مثال بهذا الشكل كنت قريتها في ذاك الكتاب اللي كنصيفط لكم ديال يلعب لعبه اكبر اشنو كان قال ذاك رودي ماكلين مولا هذا كنتي حاولوا تقراوه الله يجزيكم بخير راه كنتي راه تطبيقي 100% من احسن الكتب اللي انا في التنميه البشريه من دوك الكتابات ماشي واحد تيقول لك 99 قاعده في النجاح كيف تنجح في 10 دقائق كيف تغير حياتك هذاك الشيء راه على راه باش نتفاهموا دوك هذاك السيد بيعطي خصنا نعرفوا بعدا شكون هو دوك تيقول لك احنا نديروا نديروا التفكير الايجابي السي تخيل بانك شريتي واحد السياره تخيلوا معايا مزيان هذا المشهد وفكر في نوع السياره وشوفها من احسن السيارات وشوف ديك الماركه ديالها مزيانه وداك لو سين ديالها تيبري وهزيتيها وركبتي فيها وغادي للمنزل ديالك وحطيتيها قدام المنزل ويلا مشيتي باش تدق على الوليدات والاسره ديالك باش يشوفوها ما حدك انت غادي للدار بشوي 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 ما جاتي واحد الطوموبيل اخرى تكررتها كامله من الجناب واش غادي تبقى دائما في التفكير الايجابي تهزني النمره ياك اشنو هي رده الفعل ديالك دابا حنا التخيل حنا ما كاين حتى شي موقع ادعي فيه اول شيء واش دونك <تضحك> 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 حنايا تنقولوا حنا تحفين عندنا السؤال ماشي عندنا السؤال تفكير ايجابي راه خايب لا بالعكس راه هو اللي خصو يكون باش نخرجوا من ديك لا زون دو كونفور حيت انا حيت الا كثرت من الاحتمالات ديال المخاطر في ذاك العالم المجهول راه ما نخرجش داك الشيء على الاقل تن... تنحفز راسي ايجابيا باش ننطلق ديك الخطوه باش نزيد شي شويه بحال ذاك التلميذ ولا ذاك الطالب مسكين تيكون ما فيه ما يقرا شي حاجه تقول له بدا بلي زيكزيرسيس فاسيل بدا بالحاجه اللي تتعرف باش على الاقل تيتموتيفي باش ينطلق من تيدخل الامتحان تقول له بداو بالاسئله السهله باش على الاقل تيبدا الاسئله السهله الدماغ ديالو تيترولاكسا تيكونتوني ليكزامان بخير وعلى خير اما لا بدا بالصعيب وجا لاخور وجا لاخور دوك على يقين ما كاين والو بحال داك اللي قال لك اودي السؤال الاول ما فهمتوش السؤال الثاني جاني صعيب بزاف السؤال الثالث يلا بديت فيه ويسالي الوقت كنديرو دونك هنا باش باش نتفاهموا راه ما عندناش نكونو ايجابيين حينما احنا تنقولوا ما خصكش تعيش حياتك كامله سلبيه واي حاجه تتوقع تتبدا تعقب واي حاجه تدي تديها الكوف ديك الشكوى وحنا الشكوى تيقولوها مرات راه الشكوى تدي الفخر دوك شي حويجات حنا هادو الاشياء نتشكى من البرامج نتشكى من الاسعار نتشكى من الطقس نتشكى من الجو نتشكى من الباركين نتشكى من الجو سخون هاد دوك هادو الاشياء راه الحياه غادي هاكا حيت الا جيتي كي تيقول داك الصراحه غاشي تيقول لك اودي الا جيتي تشوف الاخبار تشوف هنا تشوف هنا قال شكون انت حيت قرون غاديه كل زمن تيعيش المسائل ولكن استاذ دابا هنا هنا السؤال كيطرح نفسه هو بحكم اننا كنتبعو هذه الدوره وان شاء الله نوصلو نتائج اللي المتوخات منها وما غاديش نكون عاديين حنا دابا ما راسنا من الناس العاديين وي جينا لهذه الدوره على اساس اننا بغينا نديرو التغيير وي وانك باش باش تكون على طول المنوال كتفكر بشكل ايجابي ما يمكنش دابا السؤال اللي كيتير نفسه هنا كيفاش انك توقف راسك فاش كتكون كتحس كتفكر بطريقه سلبيه فاش تحس بان السلبيه راه دخلت لعندك ودخلت التفكير ديالك الكيفيه كيفاش انك توقفها؟ راه عندنا حنا في يقول تيقول هادو بلا مشطاش <applause> ورد هذا دابا شي حوايج نجيو مع والله العظيم شي حوايج راه كاينه قويه في الدين كلمه كلمه بسيطه تتكون هي الحمد لله والشكر بحال دابا نعطيكم انا بدون بدون دعابه تنتبغى هذه الخدمه ولا خرجت تقول لي المراه واسي الله يسهل تقول لها شوفي الله يرضي عليك امي داعيه فيا انا مرضي بلا ما ندعي سير امي وامك داعين فيا داعين مع دوك حنا اللي بغينا نقولوا هو علاش حنا حنا تنقولوا خصك طول الطون تكون تكون تفكير ايجابي هو كذب عليك كذاب يقول لك طول الطون ايجابي ولكن الافكار السلبيه مناش يجونا بعد هذه الافكار السلبيه مناش يجونا اصلا هو منيح في التجارب ديال الانسان اللي عاش من, من الصغر ديالو دونك هادوك هادو خصو خصو لا فعلا دابا الافكار السلبيه كاع عشنا كاع عشنا تربيه قاصحه عشنا هذه ربما ربما الا سمحتي غري لي غادي نزيد غير على ديك عاود ولا مشتراجي اللي قلتي قبيله زيد عليها حتى تنعرفوا حنا ان ظني اثم يعني بعض الحوايج اللي ربانا عليها الدين مثلا واللي حنا للاسف بعدين عليها ويس كنتوما خدامين في المجتمع خدامين في لي زورغانيزاسيون خدامين شي حوايجات من تجي تشوفوا تدخل تقدر تاخذ واحد المنصب وتكون من الناس ديال القرار اتولي تشوف واحد البعد الاشياء اخرى بصوره اخرى داكشي علاش حنا ملي درنا هذاك هيرمن راه يلو في بعدا درت هيرمن راه اي حاجه وقعت لي مع الناس نعذرهم نعذرهم من الجانب ديالو ونحكم على السلوك ديالو ما نحكمش على الشخص وانا بني تنقولوا حنا داك داك التفكير الايجابي علاش تيقول لك اودي انا خصني في الحياه تكون مراقب فهمتي حيت تيقول لك اودي واش انا اصلا متزن واش عندي توازن واش ناقصو بالتوازن وبين العقل بالروح فهمتي وبين الجسد واش انا متزن بعدا دوك هذا الاتزان راه ما ساهلش واش اصلا ديجا انا تيقول لك واش تنتسامح واش اصلا انا فعلا واش واش معطاء واش حيت هو من الاشياء اللي كاينه مهمه خصكم واحد الشخص تاو تقراو ليه هوكينز اللي تيدير اه دوك اه مقياس الوعي ولا مقياس ديال الوعي اللي تيقول لك اودي اكوا سا سيغ الا كنتي بدوك الناس حيت حنا ما شغلناش في الناس حيت حنا شي وقعنا في ديفلوبمون دابا دي وقع لك بيتي تغير الناس كون عليه ما بيتغير ما تغيروش دونك وداك اللي تيخوض عنده هي الشجاعه تيقول لك يلاه نطرق لافاز البوزيتيف اما انا عنده بحال هكا الشكوى عنده آه الكره عنده عدم الحب عنده البخل عنده شي حويجات اللي بشكل اللي 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 ما هي بعدا اخلاقيه عندنا شي حويجات اللي نفسيه هي مريضه دونك كون على يقين حتى يوصل واحد لافاز ديال الشجاعه قال لك عادي يقدر يبدا وفي هذه لافاز الشجاعه عندك ما تكذبش على الناس نعطيكم كاين الناس اللي اقرير العطاء مات العطاء والتسامح والتشافي وشي حوايج صحاح وتتسالي الدوره تتسالي وقعات الناس تتسالي الدوره تيقولوا السيده تعطينا هاد البريزون قلت لهم لا ما تنعطيش بعد كنت تدوي على العطاء والله العظيم بحال دابا انا تنخدم في الدورات كيما يكونوا سي سي بورا تعرفني واللي بغى شي حاجه كنا سالينا السيونس كامله ديال الكوتشين عام حتى داكشي في جوجل درايف عطيتهم لو لين قلت اللي بغا لي زيكزيرسيس اللي بغا لي بريزونطاسيون باور بوينت بي دي اف فيديوهات كلشي تلقاو هنا واحد 2 جيجا و 3 جيجا ولا 4 جيجا كلشي زوم تما صافي تعطي من تدخل تقلب تلقى واحد لا جوج هما اللي دخلوا من هادوك كاع كاع دوك الناس قرا تلقى واحد لا جوج هما اللي داو دوك عطي الناس دير انا واحد البرنامج تيتباع بار انترنيت كنا دايرين في السيت يدخل تيدخل سميتو المسائل فكرت واه الناس كاين الناس اللي تيقري تيقري في الجبل كونيكسيون بغا خصو تيهبط لدارو عند والديه ولا يهبط عند وليداتو ولا يهبط للسوق ويتكونيكتا ولا يشري عادي شارجي وليت بغات الدوره تتصفتليه الايميل ديالو ها السينيت نيت عنده عندو دوره اللي تدير نقولك دير 5000 10000 درهم تتباع ب 300 500 400 علاش عطتها لي وكان ودابا نهار ونهار لونسي تقولك نهار ما تمشاش هي اللي مشات لسنين هذي دونك هنا اللي تنقولو واش انت اصلا بعدا فعلا واش انت نقيتي راسك لكن اللي درتو مع السيبو صفى بنادم الاشياء أنت تنقي راسك وكلشي تبغي ليه الخير انت راه رافتي التفكير الايجابي حنا وصلتي لواحد المنطقه ديال الروحانيه الروحانيه توصل الى الانبياء والرسل ودابا هذا بحث ديال هاوكينز اللي قال لك لو وصلتي انت لو وصلتي للعطاء والحب بدون مقابل تاع قربتي توصل سبيريتيال وحنا راه عندنا الترديناتي يقول لك ربي حتى تبغي الخوك المسلم اللي بغيتي نفسك عاد ربي وفعلا هذه القضيه تيكون حنا مجرد باش باش ديما انا التفكير الايجابي هادو افكار فعلا مجرد افكار باش نتفاهمو حيت الى ما دخلتيش للفعل يكون عليه خير ما كاينش مثلا نقولو انت قاس تنشوف مستهلك كي قلنا حنا قبيله تو كيدات راه زويونين ايجابيه حيت تنعرفو ان العقل الباطن تيسجل داكشي العقل الباطن ما تعرفوش اش بين الواقع والخيال تحتفظ به تيعطيك حل تتنطلق، ولكن الى بقيتي جالس براسك كما تديري يا ما تفكر في مليون دولار تصورها الحير كما تصورهاش دونك هادشي اللي بنا نقولو حنا هو شنو تيقول لك تيقول لك غير غير لا ديالك ولي تشوف لي سوز زعما بوزيتيف كي وقع نيت الناس اللي ناجحين توماس اديسون اللي كنت قريت انا في الكريك ولاو تيضحكوا عليه صحابو وصحافي المسائل عرفوا اعتبروه بانه اكبر اكبر فاشل باش جاوبو قال ودي انا خدمت مجموعه ديال التجارب ما خدموش ما عطوت نتيجه انا تنصحكم اللي بيخدمش حاجه اخرى ما يخدمش هادشي اللي خدمت باش نتفاهموا اما الا كان التفكير الايجابي السي مصحوب بالفعل الايجابي كون على يقين عندك فرص بواحد الفرص اللي ماشي تروا فوا وتقدر تكون دي فوا 20 فوا 100 فوا تحصل بيانات ايج كبيره دونك هادشي بنقول حيت علاش حيت حتى نقول لك كي تيقول لي داك الكتيب ديما تقول قراو كتيب تيقول لك حاول تخرج تيقول لك عندنا عندنا بلدان الله كوني درت كوني درت تيقول لك كون على يقين غتلقى الناس بزاف في هاد المنطقه تيقول لك فونسي فونسي ما تبقاش كوني درت كوني فعلت كوني إيه علاش كوني مشيت لهنا إيه كوني حصلت على الترقيه إيه كوني تزوجت إيه هذه السيده كوني تزوجني هذا الشيز كوني انتهزت الفرصه كوني جربت هذه دونك تيقول لك ما ديك اللو دوس حيت تيقول لك باش دوس ما طيحش ما طيحش في واحد المدينه تيسميها هو الحظ لا شونس وتيقول لك ما كاينش شونس كاين فرصه تتقتنيها ما كاينش لا شونس انما متى تكون انت مستاء سبحان الله تجيك ديك الفرصه دوك هاد الاشياء تيقول لك حيدهم، حنا باش نطلقوا، دونك هنا واش وصل الوقت باش نخرجوا من هذه المنطقة الراحة ولا موحال؟ هذا ذاكرة، واش وصل الوقت باش نخرجوا من هذه المنطقة الراحة؟ أستاذ السؤال ديالك هو في محله، ولكن الخروج من منطقة الراحة لابد أن تكون بطريقة محسوبة أه فعلا فعلا حقاش الخروج من او تنسلخ من واحد المكان لمكان او من واحد الحال الحاله لحاله اكيد غادي يكونوا ايجابيات واكيد غادي يكونوا سلبيات فعلا فعلا السي فعلا وحنا هو هو اللي بدنا نخدموا حيت نخرجوا من منطقه الراحه وباش نكتشفوا الشغف قلت لكم راه منين نجيو راه نتربجوا شويه وغادي نقدروا نبداوا الشغف وتقول لي السي حسن ما قيد كاع الشغف تقول لك عادي قلت انا الشغف ديالي ما قيد حتى ولات عندي 38 39 سنه عاد لقيت شنو بغيت ما نكذبش عليكم كنت تنطق كنت الفلوس ولكن رغم انك تصور الفلوس ما بغيتش انا بغيت نصور الفلوس ونحس براسي مرتاح نصور الفلوس ونحس براسي مرتاح دوك هادو هما الاشياء دونك هنا كي قلتي خصك الخطوات اللي تاخذ واش واش مدروسه ولا ما مدروساش وهذه المنطقه تراها هي المنطقه فهمتي اللي ما تيوقع فيها حتى شي حاجه تنكبروا فيها وتنزادوا في العمر وغادي فهمتي ومنها تيمشيو الاهداف ديالنا تيمشيو الاحلام ديالنا تيمشيو الافكار ديالنا واي حاجه حتى داكشي تنطويو مشى وكي كنت سمعت واحد قال لك قال لك اودي راه الكنوز قال لك راه ما كاينينش في تحت الجبال وما كاينينش يعني زعما في شي بلايص قال لك الكنوز راه كاينين في القبور شحال من واحد الاحلام ديالو ندفنوا معاه شحال من واحد الطموحات ديالو ندفنوا معاه لهذا حنا اللي غادي نشوفوا عندنا هنا واحد المنطقه طراحة وعندنا باش نخرج هنا حيت اي حاجه تجي جديده باش نخدم فيها العقل اشنو حيت العقل ديالنا كنا دينا في لي نوغوسيون صرا الدماغ راه هو المسيطر علينا تيقول لك اش ندير بداكشي اشنو غادي تنتا راه هو واصلا الدماغ هو اللي تيحمي من ناحيتنا سبحان الله نمشيو حنا نمشيو زي لي زيتيديون الوليدات ولا شي واحد تيقراو عندكم السي بدر تيقول لك هذه صعيبه تقول دي لي ديري مجهود شي شويه وعاود دير شي شويه والله الا السي بدر راه فعلا ولا تيجي داكشي شي سهل لانه هو راه خرج هذه المنطقه التعلم بدا تيبين من القدرات ديالو حنا راه تشوفوا مع السي سيبوه كيف تخرج من المنطقه العامية المنطقه المفتوحه باش تلقاو القدرات ديالنا حتى هذه المنطقه هنا فين تيكون واحد العالم مجهول هاو دونك هنا تي تيولي واحد الخوف هنا هنا تي هنا عاوتاني المنطقه المستحيله تيقول الله الا الحمد لله داك الشيء اللي كان تيبان لي انكرويابل ولا كرويابل مي عنك انكرويابل مي فغي دونك هنا وتيعيش واحد المده في هذه البلاصه حتى تتولي هي منطقة الراحة ديالو دونك دابا السؤال اللي وجه لنا السي بدر كيفاش نخرجوا من هذه منطقة الراحة واش كاين شي شي عملية نديروها واش كاين شي حويجات كنديروا هذه منطقة الراحة كيفاش نخرجوا منها يلا سيدي اشنو واش عندكم واش فايت لكم خرجتي من منطقه راحه واش درتي شي حاجه مغايره داكشي اللي تدير وحسيتي براسك بانك تتقدم وباش واحد الباطاج هنا بالنسبه لمنطقه الراحه تختلف من شخص الى اخر الشيء اللي كاين كيشوف منطقه الراحه اللي كيشوف منطقه الراحه ديالو هو انه غادي ندير السبور ديالي يعني انا دابا مثلا ما كنديرش السبور نخرج من منطقه الراحه ديال الكلاس وديال الكلاس في القهاوي وما كاين ما يدار ونخرج من ديك منطقه الراحه ونبدل الروتين ديالي اليومي ونخرط في شي شي صال ديال السبور كاين اللي كيشوف منطقه الخدمه كاين اللي كيشوف منطقه الراحه في المشاكل العائليه كل واحد وكيفاش كيشوف اه نتفق معك شكون هنا دابا حنا حيت دابا السؤال اللي بيتبادر في هنا كيفاش نخرجوا على من منطقه الراحه حيت هنا باش نتفاهموا ديك منطقه الراحه راه بحال 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 تتشلك بينو بحال عندك راه عندك فهمتي ما فيهاش واحد 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 لسباس ديال لافونتور باش تغامر وانت تقول نغامر ماشي تغامر تطيح من الجبل ولا شي حاجه إيه باش هي باش تغامر هي دي دير اشياء جديده عليك كي قال سي سي بادر كي قال سي بعض كي كنت ديال السبور دابا انت السبور انا حبس السبور سنوات هذه بدلت سكنه مسائل وليت على الاقل تنخرج جوج مرات مره تنتمشى ونخرج وليدات ونمشي للغابه ونمشي تنقول الله العظيم وفرحان نزيدكم كاع كاع واحد الحاجه كاين قريب لينا واحد السوق تنمشيو ليه مر... مشينا مشيت انا مره انا و... انا والزوجه باش ن... باش نتقداو شي حاجه قلت نجيب شي كويشات نجيب شي حمات ونشوف الجو ديال السوق ما شفتهمش شحال هادي حيت دابا تتعرف دوك السواق السابع سوق الحادث وكاين شي سوق تيوقع عندو هنا في الاثنين شي 19 كيلومتر ولا 20 على الرباط وجيت للسوق وواحد الخنشه ما جبت والله الا هزيتها هنا وتنحس واحد الفرح وجات ديك الحياه الطبيعيه وزوينه تقول جاتني غريبه باش نوصل لواحد الخنشه عندي الطوموبيل و... وغادي بخير وزوجة الجهه في شكل هذا قلت والله الا بخير الحياه هذه دونك تترجع للفطره ديالك شي حويجات تيوقعوا وعجبني الحال لقيت الجو اللي بغيت تنفق بخير وعلى خير تنمشي ندير السبور تنرجع نمشي نقرأ. نقرا نجي ونخد... ما كاينش مشاكل دونك هنا فين تنقولوا راه خصنا نجربوا اشياء جديده اشنو جربنا كي قلتي مثلا ديال السبور وراه مره في السيمانه شي تولي جوج نقول لها مره في 15 يوم دونك تنبدل الاشياء تندخل 10 في النهار 20 اه نبدا نقص دونك كاين شي حويجات ما تنقراش نقرا ولا وي باش كي قال لنا ديك النهار سي ولو ولا وي غير فقرا دونك راه في كاين مشكل راه هو كي نبداو واش واش في كاين مشكل عندنا نقدر نبدا ديك الاستمراريه ما تتكونش دونك شي اول شيء اول شيء تيقول لك اودي جرب اشياء جديده واش حنا عمرنا هادو ماشي الاول باش نخرج من منطقه الراحه واش واش درتي شي انشطه جديده انشطه اللي بحال ولكن حيت الانشطه الجديده بحال تدير واحد التحدي مع نفسك وعاوتاني ممكن تدير واحد التحدي ممكن اشياء اللي, اللي انت تحس بها كاين خوف منها وتتخليك مستريسي دونك هنا اول شيء تندير كتب واحد تبدأ. وخدت دي القائمه اش بديت تبدا وخا تدير القائمه حتى تمشي بحال دابا انا عندي واحد القائمه ها هي وباقي ما بديتهاش ها باش تعرفوا على الخدمه دونك هنا هاي عندي انا واحد القائمه هنا نطلعوا هذا الفيديو هنا نحول هنا كيظهر لكم عندي هنا واحد القائمه القائمه ديال اش اللي داير انا آه شي حويجات هادو كاتب انا بوك تو رايت باي كوتش واحد جوج ثلاثه اربعه ديال خمسه الكتيبات اللي هما ايبوك بوك بيت كتبوا ديجا بديت فشي حاجه ولكن باقي ما درتش وتنحط نحط كنحط لي بوان ديالي كنحط فين <applause> وصلت هادي شنو درت هنا نحط كروا خدمت هادي ما خدمتهاش كي قلت سي بدر خصني ندير ان بلون دو طرافاي خصني ضروري خصني نكتب قائمه خصني نحطها راه يكذب عليك كذاب ما ديرهاش راه الناس يخدموا في الديفلوبمون انت تعطيه <applause> كي تخدم والناس خدامين ستين تيقول لك سي حسن خدام انت بخطه تقول انت كي تخدم راه خصك تخدم تجربه لان باش تنفذ وفين ما تندير شي حاجه تنحط كروا او مجموعه ديال الاشياء تنتقاسم معاكم كي تنخدم ها هما الاشياء هادو هادو ما عرفتش يبان لك ولا لا هادو انا تنحط فيهم باغ اكزومبل هنا في تندير لي كروا ستان تابلو هذا كل حاجه شنو درتها تنحط براسي واش كاين لافونس بون نفس الشيء هنا ميم هنا هنا يبان لك هنا دوك لي زيكون ديال أه استاذ انا باقي كيبان لي الاقراص هنا اقراص ديال المناطق ما فهمتش هنا اقراص مناطق <applause> لا واش بدلتي ديابول لا شوف دابا الصوره ياك تبان لك تصويرتي بلاتي الصورة ديالها آه. تنبين داكشي في الصورة تيبان لكم الصورة أستاذي ياك؟ أه أه صافي آه صافي صاف. فهمتي؟ لا يعني نا... أنا حيدت الصورة حيت باش أه كنشوف صوب أون ليست صوب أون ليست أه صافي المهم كاع هنا ها هنا ها هنا دابا هنا شنو كاين هنا؟ كاين أن طابلو وكاين هنا أن بلون أن بلون أن بلون ديال لا سهل الله هنا ما تيبانش مزيان دابا تيبان ياك أن بلون عندي لتحت ديال المنزل الجديد اللي داير أنا خصو يتبنى حط بلون حط شنو ندير وحط هنا وحط هنا جبت البلون وتنحطو قدامي ومره مره حنا تنقولوا تفكير ها هو باقي ما دخلوش الفلوس واش نبدا نبكي واش نبدا نبكي السي فلوسي خارج لا تنحط بلو ديما ديما عندي عندي واحد لوبجيكتيف حطو عام حتى لعام ونص خص هذه تكون حط حويجات اخرين تنقول دونك حط هادو دو كوتي ولكن فينا لا سوليسيون الثانيه لا سوليسيون ثانيه راه عندي كتيبات اي بوك عندي دي فورماسيون لي فورماسيون كبار ديال 6000 700 اللي غيتلونصاو اللي تنوجدو لهم ثلاث شهور باش باش في 2021 دونك مزيان كي كديرها دونك شحال تخسر تحط ان بلون كي قلتي ضروري من البلون ولكن بحال باغ اكزومبل سي بدر ما تنبغي نخدم شي حاجه تنقسم لك بالله الا ما الا ما حطيتيهاش ومشيت خلصت عليها وقديتها وحطيتها وجربت ونجربها واحد 20 15 يوم ما عطاتش نتيجه بات مزيان تنقبض لي دوني ديال امازون نعاود ندير حاجه اخرى نيت هي في نفس هو نفس 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 الاشاره نفس ونعاود نخدم استراتيجيه اخرى حتى تلقى استراتيجيه اللي عطات اوكي بالعمره استراتيجيه اللي درتها بالفلوس ما عطات كل اللي درتها ماشي بالفلوس تعطي نقلب على ناس اللي فيه تنخدموا باستراتيجي اللي عذباتهم وبلا فلوس وعطاتهم نتائج كبيره دونك هنا فين تنقول اول شيء اختار دوك 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 لي زاكتيفيتي اللي بغيتي شي حاجه تخوفك شي حاجه تقول لها درتها مشكل وهادي وهادي ونحط وندير واحد لا ليست ماشي نبدا ونحط واش درت هادي واش درت هادي واش درت هادي بعد باغ اكزومبل هاد يومين ما خدمتش تعطرت في شي حويجات ما درتهمش ولكن تتكون المرونه راه فين تيوقع لنا مشكل هو تحط ان بلون تنقول خصني نخدم عليه 100% ما يمكنش ما كاينش 100% الا الله سبحانه وتعالى هو تيقول لك كون فيا كون في اي حاجه راه بشر راه عندك وليدات راه عندك عمل ديالك راه عندك دماغ تاعي يعني عطات عندك والدين عندك دونك شحال حاجه تحيدات يومين هادي عاد عندي ثلاث ايام ريكوبيري داكشي اللي ما درتش يومين دونك هنا ملي تتحط تحط ندير هادي ندير هادي والله العظيم ما تتحط داكشي والله ما تيبان لك شنو دير شوف دابا هي اللي طاش الصغار نشوفوا حنايا داكشي اللي تخدم في المنزل وتخدم تخدم في العمليه تتحط لي طاش اللي بغيتي دير على الاقل تتريزي فيهم اكثر من 50% وهنا فين تاتجي هنا عاوتاني احنا البروميير شوز تنختار شنو ندير دوزيام سوز خصني اشنا هو هاد 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 التشالنج اللي بغيتي دير واللي بغيتي تواجهو انت تتسول نفسك انت راه غادي تدخل هاد التجربه كتب كتب داكشي في خصك تكتب علاش راه ملي تكتبها بحال بحال تدير بحال نقول بحال تدير التزام نفترض دابا واحد تمشي تسلفو شي حد دير مع الالتزام علاش ما تمشي كلمه وصافي تقول لي التزام على الاقل هو راه تيحس راه عطى العقل اللاواعي ديالو هذاك راه قابل يدير معايا شي حاجه لا ما دارش شي حاجه قانونيه دوك انت تسول نفسك بغيتي تخرج بحال بحال بغيتي دير واحد ليكسبيرونس جديده باش نخرج واي حاجه طيح عليك عاد تحطها بعد ما تنحط شي شويه نبدل العنوان تنحط هذه الفكره اللي عندي 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 تحطها بعد ما تنكون اي تنابيكي ولا خدام شي حاجه تطلع شي حاجه في الجنب تندير لها كابتشر تنحطها في واحد الملف عندي الناس تيديروا لانفورماتيك ماركين تيسميوهم سويب سويب فايل تنحط في اي حاجه تنحط واحد الميف دير واحد الدوسي عندك في البي سي ماشي ضروري يكون عندك ورقه وستيلو دير كابتور ايكخون حط كابتور حط تتحط عجبتك شي حاجه تتشوف نجربها علاش لان هاد الحوايج بحال بحال تتحط بحال تنقول واحد واحد لانتونسيون تتحط واحد النيه ندير هادي ونشوف هادي وندير هادي ونفعل هادي هاد الاشياء علاش هادشي يقول لك اما لا دخلتي في داك لا هادي درتها وما خداماش ودير حاجه بدل بتل بدل الخطه وشوف واش ما تخدمش وغير في الامر درت انا ما خداماش تنصح <applause> بها واحد تقول ما خداماش لي ما خداماش لي عطيني نصيحه بحال دابا كان واحد ولد الاخت كان دار واحد البروجي ديال لاسورونس وقلت لي عطاني مش حال هذي، قلت له ودي البروجي ما يمشي لكش السيزون علاش قلت لي حيت لا بيرسوناليتي ديالك والكوميونيكاسيون ديالك ما مسلكاش خصك تبدل تخدم على راسك وما ضربها في العحيط وما تسوق والله يا ثلاث سنين هو يسد باع داك الشيء الوقت هاد هاد ولد الاخت انا جينيور اللي خدام في الاندستري وكان جا من الالمان والخدمه ما تمشاتش هنا وشحال من حاجه ما تمشاتش وانا نصحو قلت ليه تيدي علاش ما ديرش لي فورماسيون لي زالمون ولا هنا الناس اللي بيمشوا لي عطيهم ليكسبيرونس ديالك ودوز ليهم وعلاش ما دير الكومينيكاسيون في المانيا الناس اللي تيقراو المانيا تكومينيكي مع 300 400 درهم في الساعه ما دخلت ليه راس حتى لهاد العام 300 400 سنه نقولها ليه تواصلنا مؤخرا قال لي السي حسين والله العظيم الا بخير بخفي بخير وعلى خير قلت ليه شنو دابا قال لي تندير الدعم المدرسي اللي صار تما بار <applause> هو الماط ها هو عنده المات الفيزيك باقي عاقل عليه والناس قال لي, لي كلاس بريباراتوار ديالهم تدير لهم انا الماط مازيناش هادي دوك هو لقى الشغل وهادشي كنت نقول له سنوات ونقول بدا السي بدا هادي ما ديرش بدا دير هادي وفعلا بدا قال لك والله العظيم الى السي حسن قال لك تنحس براسي بخير وعلى خير صافي نعاود نتلاقا ونعطيك واحد لي زانستيس خليني نخدم بهم دونك هنا شوف لي دعمك إذا كنتي قادر دعمت نفسك. كين كين احنا شي تدعمش احنا كين تدعم نفسك راه كاين كاين مثلا شي تيدعم شي حنا في هذ القاعه كاين مثلا السي احمد اللي الوالدين يقدر الوالد تيدعمو السي بوه تيدعم الاستاذه خديجه واش تيدعم شي نقول لك زكريا زوجه تدعمو واش تيدعم شي راه حيت هاد القضيه غايعاونوك باش تخرج من منطقه الراحه ديالك خصوصا الا كان واحد عنده تجربه في شي حاجه تيقول لك خرج دير باش باش بحال تيكون الشريك ديالك في التجارب الجديده ديالك ولا كاع حنا تنقول ما, ما عندكش حتى اللي يدعمك تتعلقهم تتقول لهم شوفوا الله يرضي عليكم أوليداتي انا بغيت ندير 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 بحال احس ديما عندك اربعه أفراد في الدار حس راه عندك ثمانيه العيون تيشوفوا فيك دايرين ها وفين وصلتي واش تي واش واش باقي باقي انت... ويلي ويهي... تتحلب دونك هذاك بحالكم تحفيز هذاك هو التحفيز الخارجي حسبو بحال هاد الشكل ما ديرش واحد الشريك ديالك وتيدعمك ديك ما فاهم والو على الاقل يكون مع عائلتك يقولوا بوالا ولا, ولا, ولا بغيت نتشاركوا بغيت نديروا نديروا ندير الحال دير لي ريغوشيرش ديالك في اي حاجه بتخدم دابا ما, ما شاء الله دابا راه عطى الله في الانترنت عطى الله الناس عطى الله انما ما تكثرش لي ريغوشيرش بزاف باش نتفاهم ما تكثرش بدا تبحث 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 وتبقى راه داير معاكم السي السيبو درتي معاهم اذكار السيبو ياك لا ما درناش اذكار اصدي حسن ولكن هي دازت دازت بواحد الطريقه اخرى طريقه اخرى واش عقلتو عليها ما عقلتوش عليها يا استاذ عاود واحد واحد النموذج سميتو اذكار ا دي كا ا اخ كا ا اخ درتوه لا ما كلش شنو تنعنيو بهذا النموذج هو هذا هو فاش نعيشوا حنا كاملين كاملين قال لك اودي عندنا ورا غادي نشوفوه قال لك انت عندك الوعي بانك بغيتي دير واحد واحد الميتي ولا بغيتي دير واحد لاطاش دونك راه فوزيت كونسيون وعندك رغبه تيقول لك مزيان ها هي الا اللي هي اورنس ودي هي ديزاير الرغبة. دونك تتقلب على معلومات نوليج معرفه ومعلومات دونك هي كا انت هنا شي يقول لك اغلبنا تيوعى خصني ندير عنده رغبه تيمشي يحصل على معلومات ولكن ديك الابيليتي القدره فهمتي وديما ما يحسن من نفسه هي اللي ما كايناش تقدر تكون القدره في المره الاولى دارها من بعد تي تي تنفصل تي. وتيقول لك اودي سبحان الله حنا تنحصروا في دلتا الدلتا أي هكا هي معلومات 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 وتنجمع تنجمع تنجمع تقول لها شنو جمعتي تيقول لك باش يعمر السيفي درت هاد الدوره باش نعمر السيفي باش تعلن درت ودرت 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 تقول لي ابخي عمرتي السيفي باش نولي مثلا مدير عام ابخي وليتي مدير عام باش نولي رئيس ابخي وليتي رئيس باش نولي مالك ابخي وليتي مالك دوك لاحظتي ما كاينش شي حاجه ذاتو لي باش الناس يقولوا هو ولا هنا هو هنا هو هنا دوك هنا تنقولوا ما بقاوش نحصلوا في المعلومات نحصلوا في القدره ونحسوا نفوسنا دونك دو قلب على المعلومات قلب على هذه قلب في الانترنت دير 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 ها انت اشنو قلنا درنا في الاول جاوبونا الاخوان اشنو درنا في الاول قلنا اختار لي دير دل... دير واحد دي. لا ليست كتب شنو التحدي اللي بغيتي دير, دير. تقدر غير ايه تكتب بغيت ندير ندير ولكن ما طاحتليش كيفاش ديرها ولكن انت تفكر فيها سبحان الله راه بحال بحال تتبان لك ها حنا بينا نجيو نديو الجاد مات الجاد تقول لك شوف الناس يدعموك اسره عائله صديق مدرب كوتش علاش الناس يمشيو لي كوتش باش 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 هو يعاونك ولكن انت تتعاون راسك بالحلول ديالك بالقدرات ديالك بحيث انت سير بحيث اكثر ومن انت دير هذا كامل تيقول لك ودابا دوك لي اللي حطيتي وياك تحطهم تقول الشهر الجاي ندير كلشي اقسم داكشي على دي زيتاب خطوات صغيره باش تديك لنا علاش نحطو خطوات باش ما نحسش بداك الخوف ما نحسش بداك الستريس بداك بداك داك التحدي اللي درت اللي اخترته انا بنفسي تقول لك حضرت نفد داك الشيء بدفعه وحده ديرو راه ما وتتقسم كل اكتيفيتي الخطوات ملي تتسالي كل خطوه بخطوه حتى في بين بيني والله الا بخير درت هذه لا حطيتي غير الغلاف مثلا قلت لك تكتب واحد الايبوك حطيته غليف وحطيته وحطيته في راسه شنو اللي مولا نكتب فيهم وتنقول الحمد لله انا بديت شي شويه نبدا الشابتر الاول شي شويه الشابتر الثاني واحد الشهرين ثلاث شهور الله الا بخير حفظ ليكم لكم بالله ما نهار بيت نكتب الكتاب الى ثلاث سنين حتى ثلاث سنين ديال لي غوشيرش وحط انا واحد واحد اللعيبه حطها في, الباب كي تنخرج هذا الشيء كنت كاري حطها واحد الله وكتبت بانه ان شاء الله شهر سبعه في 2000 في 2000 في الفين وثلاثة نكتب انكتب نبدا الكتابه دابا أنا خدام على راسي لي فورماسيون هنا وهنا 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 زيت واحد الفورماسيون مراك ها وقت العقل رمضان يلا دار رمضان جيت في حالي رباط صافي قلت للدار المراه تطلع غندير الكتابه صافي هذا العام يكون ليبر ان شاء الله غنحبس شحال من حاجه داكشي باش نتفرغ وبديت وانا نمشي ديك الورقه وانا نديرها تن 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 ونقول سبحان الله شوف اللي درتيها في راسك ولكن خدمت عليها ما بقيتش تنفكر فيها خدمت عليها وبديت وتا أنا جاني داك الملل وحباس وويلي شحال ضيعت تيجيني سيدي مشارك معاه في السوسيسيتي سمحت لي في كل شيء يبين تيسالي هذا العام ويلي بطلت الطوموبيل ناري بقى الطوموبيلتي ناري بطلت الدار واش فهمتي هاد الأشياء تاع الدار دوك هادو هما الأشياء اللي, اللي كاينين ولكن قد تحدي بنفسي تحدي تحدي والحمد لله لوف خوي تنديرو دابا والراحة بديت تنحس بها دابا كنحس وغادي دوك تنقولو تنقسمو بحال داك اللي تنقولو بحنق زمن تيقول لك أودي أنا بيت نحنق لي باراشوت من الطيارة هو تيخاف من 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 العلو تنقول له تيسي طلع ويطلع وطلع. طلع الكاثر يا ميطاج ويطل عاود طلع قطط تطلع باش بعدا تحيد عليك يدك يديك بدا تشوف مره مره يجرب يشوفها علاش حتى تيبدا يسخر داك كاين شي سؤاله سديده؟ استاذ دوك الجوج الاخرين الاو الاغ الاخرين من بعد المعرفه في الموديل هذيك ابيليتي وهذيك ريونفورسمنت هذيك ابيليتي القضاء والاخرى بحال تحسبها بحال تنعاود نجدد القوه ديالي هذا ستا موديل اللي تيخدموا به في التغيير تيخدموا به في سواء في المؤسسات سواء الافراد سواء الدول سواء اللي داير واحد لا سوسيتي برو هما مالين هذا النموذج وتلقاو في, في لونغلي تلقاو شي حاجه ولكن بالعربيه قليل ما كاينش شي حاجه هذا تنديرو هي التهيئه باش نوجدو الشغف هذا ما حط لكم واحد الطابلو وهادي نصيفطو لكم باش تعمرو باش ت... صافي سي احمد اي أيوة صافي شكرا دونك مني قسمنا قسمنا الانشطه دي زيتاب هنا تيقول لك اودي أه... اعطي حط دي زالارم في الراس اشنا هما لي زالارم ما شي حاجه نيجاتيف بين تنقول لك بحال دابا في واحد النشاط حطيتو واحد النشاط تيلو تيلو تي تايل. ولكن نتا تعطي؟ تعطي واحد لا رغم بانه إلى ما درت هاد هاد, لاكتيفيتي اللي بغيت ندير ودرتها النار على خوه كون على يقين راه ما غاديش نوصل لشي حاجه هنا يعني في فين تتعطي تيقول لك اودي الا كنتي مولف شي حاجه كي تقول نعقب انا ولدي نحيد إن ليه التلفازه ما نعطيش الطابليت ولا شي حاجه حتى انت الا كنتي مبلي بالقهوه تشرب جوج في النهار أنا نشرب وحده في النهار ولا قول هذا الشهر ما عندي حتى قهوه مثلا <متنة> جربوا هذه القضيه انت انت تتعطي شي حويجه ما درتيهاش تتحط في الاندارات بحال تدير واحد العقاب معنوي تيقول لك نفسك هادشي هادشي علاش انت حطيتي خطه وقادر ديرها انما هي تتهاون و تيقول لك داك العقاب اللي تعطيه ما تعطيش معنى واحد طيب ملموس بانه تحس براسك مثلا انا بغيت نحيد السكر والله العظيم تنقول ونجرب اليوم نحيد وهذيك التجربه اللي جات جاتي على غفله وقلت له الا نجربها كاع شي نحيد نشرب هذه بلا سكر واحد كان الجوق بغيت نديرو بلا سكوار هو راه ما ساهلش واحد تحدي كامل بلا سكوار بغيت ندخل فيه حيت سمعت شي حويجات قال لك راه اوتر شور سيت تجدو في في ذاتك دونك هنا ملي نجيو هاد السي بدر نجيو للتفكير الايجابي اصلا التفكير الايجابي علاش نكونوا باش على الاقل لي شوز باش نحاول نتغلب على ذاك الخوف لانه باش نخرج انا واحد المنطقه اول حاجه تنخاف وهنا فين تنقولوا ودي باش باش يكون عندك تفكير ايجابي على الاخر حتى دوك لي زوبورتونيتي ودوك الفرص يبانوا لي بانه بانه تحديات نطور من نفسي لان راه الحاجه اللي تسمعنا كاملين في الدنيا اللي هو الخوف وهذا الشيء كان عندنا راه كاين شي حوايج راه دابا تندوي تندوي لي بيرسون لكن تي بوحدك راه ما عندكش مشكل ولكن تكون اسره تكون وليدات تيكون اونجاجمون تيكون كريديات راه سي با فاسيل ما نكذبوش على ريوسنا آه ما سهلش باش تبدل هنا وتبدل هنا وتبدل هنا, وتبتل هنا. باش نتفاهموا انا انا بعت محلي في فسلا وانا جيت لهنا العين عود 19 كلم على الرباط الجو واعر وهادشي إيه قبل ما نبني قلت لهم نجلسوا واحد العام حتى العام وست العامين كاع حتى بشويه عندنا نخلت الوليدات المدرسه استقرينا فرشنا بخير وعلى خير تبدا الخدمه نتصور جا لقيت راسي راحتي نمشي بايطاب بايطاب علاش كان قال لك اودي نبقاو تما حتى نزيد العام اللي نستعدوا ديريكت لا نعيشوا الحياه نشوفوا شنو كاين وغادي وغادي نمشيو بشي وبسببنا حنا جينا هنا شحال من واحد جا تنعرفو شحال من واحد شافني جيت ويتشجع جا انا عندي داك لوسون تيقول لي والله العظيم السي حسن ما كنتش كون هادشي قلتيه شحال ديك كون جيت انا عباين هادي تقول لي لا راه نتوما انا تنسنى واحد لوطو تنسنى ولدي من المدرسه وكان عندي اونكاجمون كان عندي حيدتو صافي تغلبنا دونك هنا علاش حنا دنقولوا التفكير الايجابي الاساسي منه هو باش نتغلب على المخاوف اللي تيكون عندي في المستقبل لان المخاوف هي اكبر عقبه اللي تتحبسني ما تنقدرش باقي ندير شي حاجه هذه الاشياء وحنا نقول راه الخوف من الفشل وحنا راه عادي نفشلو وبغينا طيب ما نفشلوش شكون انا راه عادي دونك هنا باش ما تركز على الاحتمالات الفشل تيوك على الاخر ركز على على راه القضيه راه غادي نخرج لانه إذا ركزتي على الفشل كون على يقين راه ما غاديش تخرج اعتبر بان هذيك الخرجه راه تكون من التطوير احنا حتى في لي سوسيتي راه في علامة دير بروجي دير تحطها في فونطا تحطها <applause> تحط وديما <applause> تحطوا لا جيستيون دي ريسك انت دير ان بلو وخارج وبانك عارف تقولها محال واش نخدم كون على قيم بلا ما تبدا البروجي مي حتى شي واحد اللي درت معاهم كوتشين ديال لومبوش وتيجي وتيجي بواحد العقليه بانه كاين اللي تيقول لك اودي راه درت هذه ما تقولش درت انت قول لي عطيني لا فاسون كيف انت تمشي تيقول لك اودي راه قلت انت مشيت لكازا وانا عرفتهم ما يقبلونيش تقول انت هي لو في دخلتها لراسك ها حنا تنجيو التفكير الايجابي لو في دخلتيها راه ماشي حيت دخلتي هذاك الشيء ما قبلوش راه انت البادي لانكويج ديالك تتبين هي الغادي باش باباك ولا ماماك عطاوك الفلوس راه مشيتي دوزي لون ما جابش الله ولكن سبحان الله منين تكون دخل راسك تدافع لو بروجي وتدافع على الفكره ديالك وتدافع على راسك ما عرفتش شكون هو انت تيولي والناس شنو يولوا دابا حتى الناس هنا ولا واعيين تيشوف انت لا رياكسيون ديالك كي تغيا جو تتكلم تكلم وكيتا كيتا وكي على الاشياء ديالك كي تدافع على السي في ديالك يقول لك واه زعما كاع انت هادي وهادي وهادي كاع شنو انت تعرف هذا الشيء يستفزك الزك تقول لا تنعرفو 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 تنعرف حيت واخا هو يدوي معاك راه واخا كيقول لك عنده اللي تيتخ كون على يقين ديالها ماشي اي واحد تيدير معاك لونتروتيا راه فاهم في لو كونتيني تكنيك راه هو تيشوف غير الكون في البيرسوناليتي ديالك تيشوف في لي رياكسيون ديالك دي دي. دي. ولا لا سي زكريا هما تكنيك بوحده. صحيح صحيح اوسد <applause> هما لي تكنيك راه بوحدو هذاك اوتغ شوز هو تيشوف هي الرياكسيون ديالك واش فعلا انت اون بيرسون اللي تقدر نعطيكم بروجي تزطو لنا اكوا نحطك عند كل شي تكنيك واعر والبيرسوناليتي ديالك ميته فين ما تنجيبوا لك واحد الجروب تخدم معاه سواء يكون هنا في تقول لي انا ما نفهمش انا معاك ما تفهمش انا مع الصبريون جيبوا لي جيبوا لي السويديين ما تفهم معاهم كاين هذه المشاكل ولكن تك أه. دونك القضيه اخرى استاذ دوز كملت هذا الشيء اللي قلتي هو انه ما كايناش المرونه او كايناش الطريقه ديال ان كيفاش نبيع راسي آه. ممكن نكون مثلا في الكوتي تكنيك زوين ولكن كيفاش غادي نقدم راسي وكيفاش نتعامل ونتحايل على الجواب هو لكن... العائق الكبير راه كاين ما شاء الله شي اصدقاء تنعرفهم هذاك الشيء اللي عندهم انا تعلمت من يديهم وحق الله ولكن ما قدرش يخرج ما عرفش يسوق راسو وخصوصا حنا اعوذ بالله ما قلت انا لا اقول انا افتخر بها دونك دونك هو التسويق التسويق الذاتي ما عندناش تنقول شوف انت تقول شوف تولي واعر وتقبل الشوايع تكون بون سبيكر وتدير 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 ولكن لما ما عرفتش دير ماركتي نفسك وتسوق نفسك كون عليك انا ما تعرفش ما تعرفش تسوق نفسك وكانت وقعت لي انا صافي دابا 11 عام هادي مع شي وحدي كنا خدمنا واحد البرنامج وهضمت انا ذاك البرنامج وخصوصا تكون عندك اللغه الانجليزيه تعرف لا سورس منين تجيبو وانا من دوك الناس اللي تيقول شي خص ان ينز... سمعه مشات لك ان صافي انا من داك النوع اللي عندي التعلم الذاتي بعدا عندي واحد 90% تنديرو وتنعلمو لولادي بديت لنصيت المسائل الناس تخلعوا قال عيطوا لي قال لك لا ما عندكش الحق دير لي فورماسيون قلت ليه من قال لي الكبار وانا نقول له الصغار قال لي حتى هما قلت له علاش واش زعما ما عنديش لي كومبيتونس كو. قال لك لا ما لا حيت انت دابا معنا وانت عباره عن سفير لينا حنا قلت لي ما فهمت سفير امباسادور زعما قلت لي مزيان قلت لي شكون قال لك انا سفير قال لي, لي ما فهمتش كيفاش شكون قلت لي انا راه مالك مالك على راسي صافي نحبس معاه وهو مجموعه ديال ديال لي سونتر كبار والسونتر ديال برا ماشي ديال هنا صافي نحبس معاه حيت حسيت براسي بحال اللي بيشدوا لي رجلي وبيرويهم لي بحال داك الدماغ اللي قلت لكم ودير لك الكلبشات وجلس وقلت لك الصدق <applause> السي حسن لك والله العظيم وحق الله هاكوك تحديتهم حيت علاش كاين حيت كاين دي زورغانيزم تيقول لك تخلص ديال الفرونشيز واحد كان زميل 30 انت معنا وتخلص هذه وتخلص هذه تلقى راسك مخلص 7 8 مليون في العام في والو ما كاين حتى شي نتيجه يلا خلص واحد كان زميل وما عاد كندخل شي حاجه يشطرو ماشي حاجه شي وحدي طاطات كنقول دابا هذا هو ساسي خصوصا انت حدا خديت القرار كنت صوبت شي حاجه اللي صحيحه وحطيتها لهم قلت لهم فوالا هذه بغيتكم تعتمدوها عليا ماشي فورمال قال لك خصك تخلص 4000 درهم 400 دولار باش نصحوها لك قلت لهم نتوما نخلص قلت لهم خرج عليه كتاب وعقله <applause> وبدات تدولي فكرة الكتاب وين نبدا دونك هنا عاد تنقول لك حط التحدي حيت باش تخرج من منطقه الراحه اللي الراحه هي اللي داكشي مولف وتجي عادي وراضي عليه وبخير وعلى خير تحط الاحتمالات الايجابيه على الاقل بحال تنجليجي داك 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 لابور ديالها تنحيد الخوف بعدا واش 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 فهمتي علاش باغ اكزومبل جات جات شي اونتروتيان غاديرو غير اونت نمشيو حنا لونتروتيان جات فرصه بينك غادي تخدم علاش ما ولا جات بان كاين شي عمل قدام حتى انا السيفي ديالي نشوف شنو كاين ولكن تقول لا لا كاع ما يقبل هذوك هما وهما اللي تيجيبو تما اش اللي تيدير انت فرصه مشات علاش اللي ما نديرو نمشي ندفع حتى انا باش تعرف واش تفكر هي وتقبليهم وما يقبلونيش فكر بانك الا قبلتي الخدمه شنو دير وشوف لما يتغير التفكير ديالك تقول له فكر الى قبتي الخدمه يلا وشوف شنو دير دوك بحال دابا حنا تمشي عندنا شي واحد كلشي تيقول لك اودي راه تي تيقول لك مشكل تنزيد نغرق ليه المشكل تيولي يقول لها ما عندي انا حتى مشكل الصراحه تقول له وقعت وقعت خصوصا تيكونوا تيديون تيديو تيقول تقول له وانا فطريت واحد الصباح فقتي ما لقيتي لا باك لا ما كلشي طاف تحت ما بقى عندك اللي دعمه كاش شنو دير يقول دي لك الله يبقى بومي ندير لهم كلشي ها هو هو تيفكر بي يلتزم ها هو تيفكر بي دونك هنا فين تنقولوا راه امتى تتغير نفسك كون على يقين انت راه تتولي تصيفط دي ميساج ها هو تفكير الايجابي فاش بيخدم له باش ينفعنا ها انت بحال تترشد نفسك في واحد الطريق اللي كانوا فيها دي زوبستاكل من داكشي اللي خاف حيت انت درتي التعلم درتي منطقه اخرى ديال الخوف حيت تكون على يقين هي تزيد شي شويه في المستوى تطلع لواحد المنطقه علاش نقول لهم تنقول لهم شوفوا الله يخليكم راه باش تولي اكسبير في واحد المجال راه اي حاجه الناس عارفين دابا تيخدموا في ملتي ناسيونال تيخدموا تقول باش تكون اكسبير راه شي تيبان لك عادي باش تولي اكسبير راه خصك سنوات وما عاد غادي تطلع تتقول راه راه ما سهلاش ولكن تنتسلق حتى تتولي اكسبير تقول راه را را الخبره ما جاتش لها كوكي راه كاين 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 مسار ديال الخبره دوزيهم سواء في الحياه الاجتماعيه الحياه الماليه الحياه الدراسيه دوزي مجموعه ديال الاشياء هنا فين تقول انت باش ما كان دوك الافكار ايجابيه راه تساعدك باش تخرج من دائره الراحه هنا فين انت تبدا تشجع دابا ممكن تكلم انا بعد ما تكلم مع نفسيتي نقول له ابو حسن راه عرفتك انت خايف ايوا علاش ما تجربش واه وشوف الى جربتها ونجحات شوف كيف كي بجي ترتاح واش انت بجي تبقى عايش هكا وانت زعما تبارك الله راه خارق ربي عندك عقل تبقى تكلم مع راسي هكا بعد الله العظيم اش بيوقع كاع تقول مدام نمشيو وحنا نمشيو ولادي ولا لا نمشيو نخدو للبيضاء درت كان jours تنديهم و نتغداو هنا و نعود نمشيوا لهنا ونشوفوا الارض ونشوفوا هنا وحق الله عجبهم الحال ونشوفوا المدارس ونشوفوا هنا صافي وليدي وحق الله عاد عاد هزت حوايج شي كان جي ولا فان جي تقريبا المواد ديال النص ديال 8 ونص ديال 9 درتوا بحال بحال فواياج نهار لا نهار تنجيو تنشوفوا هو عجبهم الحال تولا هما تيقول صافي نجيو حيت انا ماشي بوحدي اما كنت بوحدي قدم مجموعه ديال الاشياء دونك هنا فين نقول لك بدا تكلم مع نفسك قدرتي كاع كي قلتي يقول لك ذاك التمرين المرآة هو راه مهم كنتي كاع تمشي تهضر بصوت عالي في بلاصه اخرى هضر ما عندناش اشكال تقول راسك حماق تقول لا لانك انت انت تتحفز نفسك ونفسك. علاش نقول لك راه التحفيز الخارجي ما ينفعكش راه 0.9 نعطيك 0.1 ولكن 99 9.99 راه هو انت راه التوكيدات ديالها هكا كنت جالس راه ما عندها ما دير لك ما تدوز للفعل توكيدات زائد فعل توكيدات زائد فعل, توكيدات زائد فعل. وباش نعطيك مرازي حاجه بتي دير شي حاجه جربتيها انت دوك الناس اللي تيجيو عندك السي بادار و معك معاك انت مجرب حاجه تقول ولا فوالا فوالا دير واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه مجربها تاتعطيل تيجي عندك تيقول لك والله العظيم السي راه طاف طاف وحنا درتو مع السي سي سي بوهو حتى داك التنفس خذ واحد التنفس وركز مع التطور مهم عمر البطن ديالك بالاكسجين بالهواء تيكون نقي نظيف تنشق الهواء تخيل نفسك بينك كتصدقو حنا تنديرو هادشي الكوشين بين نفس بين داكشي نجح لك هادو هما التوكيدات اللي تنعطيو ولكن ضروري خطه ضروري ممارسه ضروري ندوز نخدم على راسي انا نصيفط لكم واحد الطابلو آه، قلنا واحد القسيم كاين شي سؤال هنا متى نقول لكم الخطه راه تتحط لي ريسك اشنو هو اسوء شيء اللي ممكن يوقع الى وقع عليك كي نجي نتعامل بحال ما تسافر خصك طريق الطوموبيل دي تيليفون مجموعه ديال الاشياء باش تتعامل معها لذا تتكون مستعد لانه حيت ما كنتيش مستعد يتزادوا لك مفاجات ولا كنتي مستعد يتزادوا لك مفاجات وكيب الاشياء اللي تكون زوينه وبحال دابا كاين شي وحدين تيقول لك اودي درتي هذه تيقول لك والله الا وقعت لي هذه نموت ان انا لو وقعت لي هذه نموت كنت درت لواحد السيده الكوتشي اللي بات تزوج واحد السيد من من وهما صغار وكان عندها هي المشكل اللي عندها ما قبلوش ليها داك العقد ديالها حيت عندها 17 سنه وشي حاجه باقي كملاش 18 وفي كازا وجات طربات باش تشوف باش تدفع فهمتي ومنين تنديرو بها دابا هي راه ما عندهاش مشكل وراش ما فين لقينا مشكل لقينا مشكل في المجتمع في المجتمع الاسره و... والجيران ولاو خايفين من الجيران هاي ما تجوجات ها هو واش وقع هما ضحكوا عليهم ها هما هادو جابوا السيد عندهم الدار قاس عندهم شهرين فهمتي دابا شي حوايج والسيده هي باش نبدلوا هذا التفكير الايجابي ما داس خمسة 25 تحل المشكل والسيده مشات بخير هي باش تحيد ذاك المنظور ديالها حتى ولا فكروا لها الدار خصهم يكريوا لها في مدينه اخرى على اساس راه مشات للطاليان ماشي حوايج راه مشكله شوف دابا على قبل الناس ماشي على قبل هادو شي حويجات اللي اللي, تيوقعو لنا في المجتمع عادي هنا فين تنقولوا بغيتي تخوض واحد الفوايا شوف اللي بينا دابا ينصفروا نديروا شي مخيف وتتستعد من الفلوس من, من لا حتى لوتور وتتمشي للبلايص اللي تتعرف فيهم الناس وهادي وهادي وتتحط ديك الخطه تتحسب براسك بغيت تقدر داكشي تترجع ونفس نفس الشيء خصنا نديرو حياتنا في التغيير باش تخرجوا من ديك الدائره وحنا التغييرات ماشي دير ان شاء الله راه من هنا نسالي الدوره تطوير الذات من هنا للصفر نولي نديرو 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 هنا الا بغيتي دير هذاك الشيء حاول دير انشطه صغيره دخل اليوم لا غدا حاول تقبض الميكرو وقبض ليكرون ديال التليفون ديال كل شيء، حاجه وبدا تهضر وبدا تعطي وما تحشمش وما ديرش الناس انا مخان درت واحد الفورماسيون عند واحد تي شي ديال الفيسبوك الانستغرام راه واحد الكتاب عاد قبضيتهم عنده راه راه واش حوايج بيزار انا ما انت ما دير حتى ما يديرهم تجينا غريبه تيقول انتم راه تتخربقوا اي حاجه تجيك غريبه خرج من الصندوق وقلت له عاد تنجيو حنا السنه نقفي على تنخرج من الصندوق دا دا صافي دابا شي حوايج والله الا قريتو قبيله في العشيه ركزت عليهم قلت له والله صافي اخرج من الصندوق نيت في شي حويجات ها حنا باقي عندنا صنادق ولكن في حويجات اخرين حيت تنبغي نلوح شي حاجه في الفيس ولا شي حاجه خصها تكون بيان بيان سيفلي تكون لي مزيان يكون كل شيء ودير غير بالتليفون ودير علاش وخدم وشوف تيقول لك خدم ما تسناش ما تحسش جوب ستاكر حيت خايف من تعليقات الناس اخرين علاش انا خمت عاد نخاف تعليق. التعليقات الناس الاخرين عادي بحال داك اكزومبل انت ديرها انت تمشي لشي بلاصه جديده قهوه ولا شي حاجه نجلس نجبد هضره مع شي واحد نجرب شنو كاين العقيه كيدير دي. انت دير شي حوايج مع مرات وحق الله حتى نقول الله تنجرب ندير هذه دي. اليوم انا جلستي لقهوه تنقرا شي حاجه سولت واحد قلت ليه راه السيد شتو هنا تيصلح شي حاجه ما شي حاجه قال لي راه هذا محل بيديروا فيه شي حاجه تاكل شي حاجه قلت له واش بغي يكري ولا شنو قال لك لا بيدخل قلت لي, لي صافي دابا نشوفوا وانا فكرت في واحد السيد من العائله يشوفو صافي قلت صافي يعني دوك تندير شي حوايج خصني ندخل خصك تخرج من منطقه راحت الاعتياديه جالس وحط البيسي وخدام اللي هضر معاه وداك الشيء في حدود دوك هنا فين تنقولوا هو خصنا نغيروا العدد ديالنا واي حاجه درتها كل يوم نحولها بحال تجربه تعليميه بحال تعلمت 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 انا اي دوره تندير باش نقولها لكم الدومين ديال الدورات اي دوره تندير وتتكون جديده تنديرها مشروع كتاب مشروع كتاب ودي تعلم مثلا ميريكاني مشروع كتاب ماشي ميريكان زعما حيت احسن منا تيقول لك ما يضيعش ذاك المجهود ديالك هباء منثورا ديرها مشروع كتاب ومازال حيكم الله يخرجوا على الكتاب انا وسيبو في هذا التطوير الذات ولا لا سيبو ان شاء الله رب العالمين اللهم يسر والله العظيم اي دوره تندير تنديرها مشروع كتاب انا ندير معكم تقديم مرحبا و... ودا... ديال الكتاب دابا الاي بوك راه سهلوا مجموعه ديال الاشياء واحد في امازون ما طبع كاع وكنا درنا ها انتم باش تعرفوا يا سيبو نهار اللي لكم قلت لكم ودعتم لنا التكليف بانه كل واحد يجيب لنا خمسه الجلسات وكل جلسه تكون فيها شي 25 حصه ده انا راه عامون سهاتي كيف يعقل أيوه؟ هذا الكوتش وبيعطي تكليف لواحد الكوتشي وهو باقي ما دار حتى التكليف لراسو يلاه سيبو اللي خدم والسي علي هما اللي والاخرين اللي بالا كاع مشاو وهذا شرس في حسان يعني في تحديد المجال المناقش الان وما غير الجلسه ديال اليوم يعني خدمت واحد المسار اه خدمت واحد المسار معين غير بغيت نوضح واحد النقطه سبحان الخالق يعني وقعت لي في دورات ودابا الاخوه اللي معنا راه مدربين ان شاء الله في المستقبل اللي غادي يبداو انخرطوا في عالم ديال التدريب وديال إيصال المعرفه لغيرهم راه كاين ثلاثة ديال اللي خصهم يخدموا عليها ثلاثة لي فولي اللي الأول دابا عندما نقول نقول التنمية الذاتية ذات. راه على مستوى الثلاث الثلاثي اللي هو ما يتعلق بالفكر الإنسان وما يتعلق بالمشاعر ديالو وما يتعلق بالسلوك ديالو هذا <applause> اللي كيسميوه علاج معرفي وعلاج انفعالي وي <applause> وعلاج سلوكي طبعا عندما نقول العلاج يعني كيتصبر لك الدين ان الانسان مريض لا ماشي مريض راه الانسان كيطلق مثلا شي واحد كي كياكل ولا مثلا في الصفه يقول له اش كدير ولا كان شي شويه يعني كان عالج تو كان كان كلمه العلاج هنا هي انه يعني كيدير عمل معين باش يرد التوازن لواحد الشكل واحد شيء معين فحتى ما تكلمت اليوم السي حسن على الجانب ديال 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 الافكار الايجابيه والسلبيه السيمانه القبيله يعني الكرموه طرح السؤال ديال كيف كيف الخروج من منطقه الراحه راه في واحد اللقاء السابق وتكلمت حتى انا على منطقه الراحه وديال الميكرو ابيت ايتترا كنا تكلمنا على اولا الرغبه الرغبه وقلنا هذه الرغبه ما كتجيش هكذا كتجي اما تحفيز داخلي بمعنى الانسان فكر فيها وبغاها ولا كتجي يعني تحفيز خارجي او محفز إنسان اللي قريب لك كترتاح ليه وكتسنط له الكلام ديال ستيغا وكاين الله يحفظ اللي كتجي كتجي شي مصيبه وكيوقع له انقلاب في حياته عاد كياخذ كي الدرس عاد كيقد يدير واحد البوان دافليكسيون ستيغا فاليوم اليوم اصدي حسن كتهيئ كتهيئنا جميعا لاش باش نشوفوا نهار الحد ان شاء الله كلمه شغف وي اللي هي كتدخل في الميشيان ديالك الرسالة ديالك فشنو هي رسالتك شنو هي الأشياء اللي تهزك وتكون مسكون بها درتي لنا اليوم واحد إطلالة وكتعطي أنا نماذج بحياتك إيفيدامون لأنك تعطينا نماذج حية مجربة من عندك فهذا كيدخل كي في إطار خلخالة المعارف اللي عندنا حول البحث عن شيء اللي كيتسمى الشغف من خلال هذه الدردشة هذه ف يعني الدوره بحكم كتكون عندها وقت طويل راه احيانا نقدر نقصو غير نتبادل في هذا فين نعطيك تكلم معاه تكلم معاه مش باش كيعطيك واحد الانطلاقه نحو تحديد حاجه جديده في حياتك فانا غير بغيت ندير هاد هاد الاطلالات حسن على هاد التماشي ديال الثلاثه بعضياتهم راه حيت كتناقش شي حاجه كتبقى وتجيبها راك تريد يقع خلخله في الجانب الفكري باش يصبح كيستوعب كي اشياء يعني آه عاطفيه او انفعاليه باش يدير سلوك ايجابي نحو الخطه نحو العمل نحو التطبيق فقد شرب بعجاله مازال ان شاء في لقاءات مقبله باذن الله استاذ كرام شي مداخله هو واحد النقطة أخرى راه تيخلطوها بعض الأساتذة وبعض الإخوان بينو تي, تي بانه بي باش الخروج من منطقه الراحه بينو خصو يتصرف واحد التصور بطهور زعما يغامر نقول لا خصك تعرف شنو بيوقع لك تنقوليه تجاهل المخاطر هي قليله ماشي تجاهل دير بينك ولكن ودير ديك المخاطره اللي اللي شويه تندير واحد واحد دو سنتيم نشوف القضيه غادي نبدا نزيد نكمل فهمتي ماشي حيت تجاهلت المخاطر كاملهم كون عليك قناه نرجع اللور علاش خصك تحافظ على الامان الشخصي ديالك خصني نحافظ على وليداتي نحافظ مجموعه ديال الاشياء اللي ما خصنيش ندم عليها في المستقبل وهنا من تنقول لك باش تخرج من منطقه الراحه راه تيطلب واحد الوقت فهمتي او بنادم ما يكونش مستريسي شويه الصبر ويكون على اقتناع بانه راه داك الشيء بينا ما كاينش شي حاجه مستحيل راه تحقق تحقق وحنا راه في حياتنا كامله كنا عندنا تجارب بينا شحال من حاجه كانت تتبنى مستحيل ما بقاش مستحيل لحد الان وهادشي كامل تيجي ضروري بلي فور شويه الجود فهمتي وديما داك النمو الشخصي باش نديفلوب مع راسي نخدم على راسي واي حاجه علاش نقول لك اودي اي حاجه نويتي تكتب كتاب نويتي دير دوره نويتي تسالي هذا تحط تدخل واحد البروجي باش تخدم على راسك يخدم الانسان ما يتسناش رغم انه راه بعض المرات ما تيكون ما يدار ولكن بدا خدام على دي بروجي تخدم عليهم المهم السي يعني سمحتي يعني في هذا السياق ديال ديال الخوف حقا انا بغيت في هذا الشيء ديال اليوم راه يعني كاين اللي يحس بضرورة صور بما يعني يحس باللي شي حاجه ما انا قلت يا وضع اسئله وضع اسئله اللي يحاولوا يتهيئوا اللقاء الجاي ويحاولوا يفكروا في هذا بعض نقط عملية في طريقة خروج من منطقة الراحة طريقة التفكير إيجابية كما قلت كيفاش نخرج أنا من منطقة الراحة فمجرد تفكير فيها راه ديجا لو مجرد تقول أنا بغيت نخرج من منطقة الراحة هذه نقطة ماشي سهلة لأن فعلا كتعطيك واحد واحد الدافعية داخلية كتقول لك بلي انت كتفكر أنك ما تبقاش غادي مع الروتين اليومي ديالك وتحاول تفكر خارج الصندوق اللي بما دال صافا سي حسن بغيت تقول شي حاجه لا دابا نصيفطو ليهم ويحطو مجموعه ديال الاشياء حتى 10 20 15 5 اللي بان لك لانه كاين طابلو واحد القائمه اللي كاينه في كل منطقه ما الذي تفعل بكل سهوله دون ادنى تفكير منك المنطقه الثانيه ديال الخوف ما الذي سيوسع قدراتك قليلا اشياء ترغب في فعلها رغم انها تخيفك ها منطقه الخوف عاد ما هي الاشياء التي ستحب كثيرا الى درتيها هذه هي منطقه المستحيل دونك هنا حط الاشياء ديالك نعاونك بهذا ديك الساعه نجيو حنا نحيدو دي زوبستاكل اللي تيكون عندنا واحد المعتقدات اللي تيكون عندنا هنا الاكاديم الخمسه غنحيدوهم ما عنديش وقت تقدمت انا كبرت على هذا الشيء ولا صغير على هذا الشيء انا ما مساليش ما عنديش فلوس كافيين المعلومات ديالي قليله هاد الاشياء بينا نحيد نتذكروا في هادو في نهار الحد نتذكروا فيهم مزيان ولكن هادو غنصيفط لكم هاد هاد البريزونطاسيون وهادو راه زوينين جاوبوا عليهم حطوهم وجاوبوا عليهم دونك هنا راه قلنا البلاصه ديال منطقه الراحه هي اللي عندنا هذه الاولى هنا ديال التعلم وهنا ديال الخوف وهنا ديال المستحيل حيت راه متى تحط لي شوز حداك وكلات هاتي بان لك شنو غدير والخطه تتمشي على حسب البيئه ديالك ما نعطيكش انا خطه تمشي على حسب البيئه ديالك حنا تنقولوا نجلس هادي ندير هادي ندير هادي ونخدم على حسب تنقول لك تحط خطه تنقول نساليها في شهر ولكن تلقى بانك راه عندك واحد الديكالاج ديال 4 ايام 5 10 ما مشكلش راه كي قال لك هو الاستاذ المرونه راه الناس اللي تيكون تيكون مارين عندهم المرونه هو اللي يتحكم في لو سيستيم استاذ الا سمحتي عطينا شي مثال عافاك في هذا <applause> مختلف لي كاتيكوري باش لا <تصفيق> هنا يا كنا لاحظوا باش باش ندير لكم لا ليزون هذه هي منطقه راحة تبان لكم اساتذه بغيت ندير معكم باش نعطيكم باش يبان لكم شنو شنو تندير بالضبط دونك هذه هي منطقه راحة ياك منطقه راحة هنا السؤال اللي حطيت لك هنا قلت لك منطقة الراحة هي أي حاجة تديرها تخدمها انكونسيامون تديرها تدير خدمتي ندير هذه ندير سبوندير هذيك عادي تديرها دوك ما تتبدلش فيها مجهود ما الذي تفعل بكل سهولة دون أدنى تفكير منك وتتحط هذه السلولة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وتتحط تندوس المرحلة الثانية هي بريزيدون هذه منطقة التعلم والقدرات اللي هي هذه هنا نعاودو نطرسيوها هذه المنطقة هي ديال التعلم والقدرات نجي شنو عندي في لا ليست عندي هنا باردون من تنجي لهنا ما الذي سيوسع قدراتك قليلا اش الحاجة اللي تقدر تزيدك من القدرات ديالك والمهارات ديالك داكشي الشيء انت اللي اللي تتيزيتي تتبقى تقول واه حتى الشهر الجاي. الجاي حتى السمرة الجاية حتى إن شاء الله 2021 عاد ندير دوك انت تتحط انت راه عارف شي حوايج بغيتي تقدم فيهم بحال دابا تنقولوا الإنجليزية واه اغلبيه المصادر دونك انا خدام فواحد واحد الاورغانيزم و تيجيو تيجيو زعما دوك لي زورغانيزم اللي تيجيو بلونغلي انا ضيعت لونغلي دوك خصني ندير لونغلي ندير الالمانيه دونك هادو اشياء بانت الفكره سي بدر ياك وي استاذ مزيان زين نجيو لهنا نكملو نيت منطقه الخوف هاد منطقه الخوف اش تنديرو هنا اشياء ترغب شي حاجه بغيتي ديرها ولكن تحس بان مخوف انت منها تن... تحطها تقدر تقول بيت نبدل العمل ديالي بيت ما نبقى في ازور بيت نرحل نمشي لفاس فهمتي شي حوايج ولكن انت تتحطهم ولكن ماشي تتحطهم تتغامر قلت لك تدير داك التصرف المطول لا تنحط خطه واش عام نص ولا عامين تنحط حويجات وباش نمشي لفاس ونخدم هنا إيه خصني ندور نمشي نشوف كي دايره فاس البلاصه اللي نكون فيها واش كاين شي اوبورتونيتي ولا ما كاينش تندير تن, تن تندير جولات استطلاعيه بحال واحد الهليكوبتر تنشوف شنو كاين والمنطقه اللي فيها المستحيل الاخرانيه ما هي الاشياء التي ستحب كثيرا الى الى درتيها دابا راه شحال حاجه عندنا شحال واحد بغى يديرها ولكن تتبان مستحيل وبعد ما تتبان لك بان راه محال واش توصل ليها ولكن سبحان الله هير تتعلم شي شويه شي شويه تتغامس درت نقولوا بار اكزومبل حنا نمشيو في الدومين تطوير الذات انت خرجت من منطقه بديت تعلم تطوير الذات تسمعنا قريتي في الانترنت هكا هكا حاجه تتخاف بينا نقول لك سي بدر يكون عليه قرا عندنا واحد الدوره راه خصك تحضر معنا الازرو تقدم انت واحد لو تيب علي شنو هذا الصداع هو هكا هو الخوف تيجي كيبغيك وبين نفسك وتتقاتل وتديرو دونك تدير الدوره الاولى ثانية تنديرها مثلا انا وياك وسيبوه الثالثة الرابعة الخامسة تقول لك سي سي بدر اخي تمشي للمكناس راه كاين واحد الدورة انت تكلف تقول والله الا سي حسن داك الشيء بخير والله الا بخير وبنادم تيستاد من الاخطاء ديالو راه هاكا تتبدا راه هاكا تتبدا راه اي دومين تدخل البروغراماسيون لا الكتابة اي حاجة اي حاجة تديرها دابا فين ما تندخل في شي جروب. في شي حاجة تقول علاش علاش ما تفكروش تكتبوا عادي تلقى في امنهم بغي يعني. يكتبوا نكتب علاش كي تلقى عنده العائق تيقول لك اودي راه ما عنديش اللغه تقول له ما بقاش مشكله اللغه ولا مشكله الافكار عندك افكار حط الافكار تاع الدرجه الاولى واعطيهم واحد يدير تدقيق اللغوي ويصح لك شحال من حاجه تكتبها بالفرنسي نعطي واحد يدير الفرنسي ميم لونغ نكتبها ونترجمو نعطي واحد اخر يدير التدقيق اللغوي عادي وحطي سميتو فلان بفلان اللي دار التدقيق اللغوي عادي جدا جدا انا خصني حتى نكمل في اللغه حتى نولي كامل في هذه حتى ندير في هذه حتى في هذه عاد نبدا عاد نخدم عاد نخرج انا ما عمرك تخرجوا دابا داكشي اللي عندك وراه كاين الناس عندهم افكار وتيعطيو الناس يخدموا دابا نقول لكم كاع واحد النقطه كاع طريق السويدان كاملكم تتعرفوه كاينه ولا لا